السلام عليكم يا جماعة، عاملين إيه؟ دي المحاضرة التانية من كورس الـ Advanced Pollution. هنتكلم النهاردة عن مين دي عن الـ Air Pollution والـ Air Quality Regulations أو الـ Air Quality Standards. بس هناخد الأول، هي بس محاضرة طويلة سيكة شوية وكلها مصطلحات وكلها نظري، هناخد أي مسائل فيها ولا أي حاجة خالص، يعني زي ما خدنا في المحاضرة اللي فاتت. يعني هي نظري، هنبتدي بعد كده شوية تعريفات ونبتدي نناقشهم حاجة إيه يعني حاجة حاجة كده إن شاء الله لغاية ما الصورة عندنا تكتمل بإذن الله. أول تعريف عندنا هو مبدئيا هو إيه هو الـ Air Pollution أصلا؟ الـ Air Pollution ده هو أول أصلا تعريفه هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن وجود أي مكون أو ممكن نقدر عليه بليوتنت أو ملوث، أي مكون أو ملوث بنسب تركيز معينة جوه الهواء. أوكي، احنا خدنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت، او يعني لما عرفنا التلوث نفسه او البليوشن نفسه، هو يعني اتفقنا ان البيئه نفسها بتاعتنا اتبنت على توازن معين بنسب تركيز معينه، يعني مثلا عندنا نسب تركيز معينه للاكسجين، او نسب تركيز معينه للنيتروجين، نسب تركيز معينه للثاني اكسيد الكربون. اي اختلال في النسب دي كلها بس خلاص يبقى ده يعتبر بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي تلوث. وجود مواد اصلا ما كانتش موجوده في الحاجات دي فده يعتبر ايه؟ يعتبر تلوث. طب وبالتالي المواد دي كلها ممكن تكون فيزيبل او انفيزيبل، يعني ممكن يكون ليها مثلا ليها لون او ملهاش لون، ممكن يكون ليها ريحه او ملهاش ريحه، باي نسب تركيز، بحيث ان هي يبقى تاني كده ان هي وجود مواد معينه بنسب تركيز معينه، ماشي، سواء المواد دي كان ليها لون او لا، ليها ريحه او لا، ماشي، اللي هي ممكن النسب دي بشكل ما او باخر تؤثر على البيئه، بتأثر على يعني ايه البيئة اللي حواليك، يعني هي من الآخر التوازن البيئي اللي اتكلمنا عليه أو الحياة النباتية والحيوانية بلس اللي هي ايه تؤثر على صحة الإنسان، ده يعتبر ايه الإير بوليوشن. جميل جدا. طب أنا آخد شوية حاجة كده ايه للطب، يعني حاجة كده، هو أصلا الإير بوليوشن هو بيأثر إزاي على صحة الإنسان عندنا؟ ماشي؟ انت عندك دلوقتي هو انت الاير بوليوشن، انسان ما بيتنفس وحاجه زي كده، فهو اكيد هياثر على ايه؟ على الجهاز التنفسي، ماشي، هو بيأثر، بس هو مش بيأثر بس على الجهاز التنفسي بس، هو بيأثر على الجهاز التنفسي ويأثر على القلب والاوعيه الدمويه، ماشي، ودي برضو بس يعني افكتس برضو على بعض الاجهزه، ممكن في بعض المواد ديها برضو افكت على بعض الاجهزه زي الجهاز العصبي، بعض المواد دي زي الرصاص مثلا او حاجه اللي موجوده بنسب تركيز معينه جوه ايه جوه الهواء. طب نسب التعرض او نسب التركيز دي كلها او التاثير ده هل مثلا كلنا واحد بالتاثير ده؟ يعني انا مثلا لو تعرضت لحاجه معينه، في غير لا قدر الله في غيري لو تعرض هياخد نفس، لو تعرض لنفس الحاجة هيبقى يتأثر نفس التأثير؟ لا، هو الفكرة كلها إن التأثير ده يعني متوقف أكتر بالأساس على تدخلك المرضي وعلى السن، يعني مثلا وبالتالي هتلاقي إن الأطفال، كبار السن، النساء الحوامل، المرضى، الناس اللي عندها مثلا القلب أو الناس اللي عندها ضغط أو حاجة زي كده، فبالتالي أي تعرضهم لنسب الملوثات دي كلها هيكونوا هم أكثر عرضة للتأثير، وبالتالي بيتأثروا أكتر من غيرهم، ماشي، مقارنة بحد مثلا ايه رياضي شوية او ما شاء الله ربنا مديله ايه مديله صحة يعني. اوكي، طب دلوقتي احنا برضو تاني تعريف عندنا اللي هو عبارة عن برضو بنتكلم على التأثيرات دي او التأثيرات الصحية على صحة الانسان. في نوعين من التأثيرات دي كلها، في شورت تيرم او يعني اكوردنج للاكسبوجر، يعني اكسبوجر اير بوليوشن ممكن نقدر نقسمها لحاجتين، شورت تيرم اللي بيسموها حاجة اسمها الاكيوت افكت او الشورت تيرم افكت، ماشي، او الكرونيك افكت او اللونج تيرم افكت. ايه الفرق ما بين الاكيوت افكت او الكرونيك افكت؟ الاكيوت افكت ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن تاثير يعني حاد جدا، ماشي، وحالي او اني يعني وقتي، يعني ممكن يحصل دلوقتي، ماشي. اوكي، زي ايه مثلا؟ دلوقتي انت تعرضت مثلا لهاي اكسبوجر مثلا من السي او، كربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد زي ما هنتعرض كمان شويه هو مثلا بيسبب لك صداع ودوخه وغثيان، حلو جدا، فانت تعرضت لنسبه معينه منه وليكن مثلا 100 بي بي ام 200 بي بي ام لمده ساعه مثلا، اوكي، فحصل لك ايه ساعتها؟ فانت دلوقتي يعني حسيت انت صدعت، حسيت انت دايخ، حسيت ان انت لا في حاجه مش مظبوطه، ماشي، وخلاص انت قربت تغمى على غثيان اللي هو يعني حال ايه، حاله الغثيان او حاله عدم الاتزان ده كله، فده اللي اسمه الاكيوت افكت، ان هو اثره بان عليك وقتي، ماشي، على حسب طبعا ده بيتوقف على حسب على حسب ايه على حسب
زي ما ناخد برضو كمان شويه على حسب التركيز بتاع الاكسبوجر بتاعك، انت تعرضت لنسبه منه قد ايه في وقت ايه في وقت قد ايه. بس هنا اللي بيميز الاكيوت افكتس ان كل الاعراض دي كلها هي مجرد بتزول بمجرد زوال المؤثر نفسه، اللي هو زوال يعني مجرد ما انت السي او ما خلاص ما بقاش البيئه اللي حواليا ما بقاش فيها سي او، خلاص انا كده ايه، هتلاقي ان الصداع دي وهتلاقي ان الغثيان، هتلاقي ان انت ابتديت تستعيد ايه، تستعيد صحتك. عكس الكرونيك افكت، الكرونيك افكت هي ممكن اثار اصلا ما تظهرش دلوقتي، هو التاثير بتاعه بيكون تراكمي اكتر. يعني انت كل يوم مثلا عمال تشم مثلا ايه بي ام بارتيكولر ماتر او رصاص ماشي، او يعني البيئه اللي حواليك او الانفايرمنت او الاتموسفيريك اللي حواليك كله رصاص ماشي، فانت مش هتحس بالتاثير ده دلوقتي، لا هو التاثير ده بيحصل ايه عندك، هو عباره عن تاثير تراكمي. التاثير التراكمي بيحصل عندك في الجهاز التنفسي، اللي هو ممكن بعد كده يؤدي لايه، ان الكباسه بتاعت الجهاز التنفسي تقل، وبعد كده ممكن توصل لايه، لسرطان او والعياذ بالله. فبالتالي مرض ضخم بعد كده او اعراض ضخمه لمرض خطير ماشي، محتاج فترات علاج كبيره، بس التاثيرات بتاعته غير قابله للعكس. يعني انا مش مجرد ما شلت من عليك الرصاص انت خفيت، لا ده انت محتاج تتعالج اصلا من الامراض اللي جات لك دي، اللي سببت لك امراض في الجهاز التنفسي. فده كان فرق ما بين الاكيوت افكت اللي هو التاثير بتاعه نقدر اقول عليه هو تاثير شارب، بس هو تاثير وقتي، مجرد ما انت تشيل المؤثر او مجرد ما انت شلت السي او او شلت الملوث من حواليا انا خلاص انا كده خفيت. الكرونيك افكت العكس، لا الكرونيك افكت او اللونج تيرم لا هو بيحصل على مدى طويل، يعني ممكن مثلا ما يحصل ممكن ما تحسش باي اعراض لفتره اكسبوجر قصيره خلاص كده، لا ده انت الاعراض اللي عندك دي كلها هتحسها ان هي اعراض اصلا بتنتج من مرض خطير، لا قدر الله جالك مثلا في لا قدر الله جالك في الجهاز التنفسي او حاجه، وبالتالي ده نتيجه فتره كبيره جدا من التعرض تراكميه، يعني ممكن توصل لايه؟ لسنوات. اوكي؟ ماشي. برضو احنا برضو لسه بنتكلم على الحاجات يعني الحاجات الطبيه دي كلها واثارها عندك على الجهاز التنفسي، هي ان انت عندك مثلا هي مجرد ما بتخش الجهاز التنفسي بتقلل من قدره الجهاز التنفسي اللي عندك، الكباسيتي بتاعته، ممكن بعد كده السوليد بارتيكلز اللي عندك دي ممكن تستقر بعد كده في القصبه الهوائيه ماشي، او ممكن تقدر تخش في رئه، او ممكن تقدر تخش ديبر اكتر تسبب لك التهابات في الشعب الهوائيه او التهابات في القصبه الهوائيه، وبتسبب لك بعد كده ضيق في التنفس، وبعد كده مرضى الربو هم اللي ممكن يكونوا اكثر عرضه والتاثيرات عندهم ضخمه جدا، بعد كده ممكن تحصل لك دامج في الرئه نفسها اللي يؤدي بعد كده لايه، لا قدر الله عز وجل كانسر او حاجه. جميل. طب ده الاثار الطبيه للاير بليوتنت ماشي. طب الاير بليوتنت انا ممكن اقدر اقسمها ازاي؟ اللي انا ممكن اقدر اقسمها لجازيوس وليكويد وسوليد على حسب الملوثات نفسها، الاير بليوتنتس نفسها، يعني هو مش اي حاجه جوه اللي بتنطلق في الهواء هتبقى غازات، لا هي ممكن تبقى ايه، تبقى ليكويد على شكل الايروسول بشكل السبريز، وممكن تبقى سوليد بارتيكلز زي بارتيكلر ماتر البي ام 10 او البي ام 2.5 البي ام 2.5 ماشي، اللي هو الديامتر بتاعه 2.5 مايكرومتر ماشي، الداست البولين اللي هو اللي حبوب اللقاح، كل ده عباره عن سوليد بارتيكل، وحاجات ليكويد بارتيكلز زي الايروسول زي السبراي، في حاجات جازيوس اللي هي الماجورتي منها اصلا حاجات جازيوس زي السي او وزي السوكس والنوكس. يعني الجازيوس دي احنا ممكن نقدر نقسمها حاجتين، حاجات جايه اصلا غازات تنطلق من عمليه كومباشن فروم كومباشن سورسز، وفي حاجات تانيه جايه من اذر سورسز، من اي اندستريال سورس اخر. ايه الاندستريال سورس اخر؟ زي البتروكيميكالز زي ال H2S وال HF، يعني ما في ال HF الهيدروفلورايد ده الهيدروجين فلورايد مش بينطلق من عمليه كومباشن، لا هو بينطلق اصلا من حاجات بتروكيميكالز ماشي. الاوزون مش بتنطلق من عمليه كومباشن، لا ده هناخده كمان شويه، لا هو اصلا عباره عن سكندري بليوتنت ماشي. السوكس والنوكس والسي او 2 والسي او، كل الحاجات دي كلها بتنطلق من عمليه ايه؟ من عمليه كومباشن. طب برضه انا لسه في تقسيمات الاير بليوتنت، انا كده قسمت او عملت كاتيجوري للاير بليوتنت اكوردنج ايه؟ اكوردنج للفيز بنفسها بتاعها، هي عباره عن سوليد ولا غاز؟ سوليد ولا جاز ولا ليكويد؟ ممكن اقدر اقسمها حاجات تانيه، ان الاير بليوتنت ممكن البليوتنت الملوثات اللي عندي ماشي، ممكن اقدر اقسمها حاجتين، برايمري بليوتنت وسكندري بليوتنت. البرايمري بليوتنت دي ايه الفرق ما بين البرايمري بليوتنت والسكندري بليوتنت؟ البرايمري بليوتنت اللي عندي هو عبارة عن ملوث في حد ذاته، هو بينطلق من البروسيس بتاعتي
سواء عمليه الكومبشن زي ما اتفقنا او اي عمليه اندستريال اخرى، مجرد وجوده في الهواء بقى ملوث على طول. زي ايه؟ زي الكربون مونوكسيد او زي الكربون دايوكسيد، زي السوكس، زي النوكس. مجرد وجود الحاجات دي في البيئه اللي حواليك هتاثر على صحه الانسان زي ما اتفقنا، رقم واحد. رقم اتنين، هتؤثر على البيئه اللي هي النظام البيئي اللي عندك او التوازن البيئي، سواء نبات او حيوانات او ايه او احياء مائيه زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت. خلاص كده اثرت على التوازن ده بنسب تركيز معينه، خلاص بس متلوث ماشي، وهي دخلت على طول ملوثات. ده البرايمري، البرايمري بوليوتنت، زي ما اتفقنا، زي الكربون دايوكسيد، الكربون مونوكسيد، زي السوكس، زي النوكس، زي الليد اللي هو الرصاص، كل الحاجات دي كلها. طب السكندري بوليوتنت، السكندري بوليوتنت لا، هي عباره عن مكونات هي انطلقت من عمليه الكومبشن بتاعتك او من اي بروسس اخرى، بس ما كانتش ملوثه. لا هي هي مش ملوثه، يعني خرجت بنسب معينه. اوكي، زي ال NO. حلو، لما خرجت مثلا النسب دي اتفعلت في الاتموسفيريك معاك ماشي، اتفعلت ما بينهم وبين بعضهم، كونت لك ايه؟ كونت لك حاجات تانية، كونت لك ملوثات تانية. يبقى نقولها تاني، البرايمري بوليوتنت لا، هي بتنطلق دايركتلي، هي ملوث في حد ذاته انطلق دايركتلي في صورته الملوثه دي، هو ملوث انطلق في صورته على طول، دخل جوه الهواء بقى خلاص، يبقى ده ملوث، ده برايمري، زي السي او 2 زي السي او. السكندري بليوتنت العكس، لا السكندري بليوتنت مش كده خالص. السكندري بليوتنت هو عباره عن ايه؟ هو مش بينتج في العمليه نفسها بتاعت البروسيس بتاعت الكومبشن بتاعتك، لا ده بيتم تكوينه في الهواء عن طريق ان البرايمري بليوتنت نفسه بيتفاعل، البرايمري بليوتنت اللي خارج معاك بيتفاعل في الهواء ويكون لك بليوتنت تاني. يبقى ده الفرق، البرايمري بليوتنت بيخرج بصورته ماشي، لو خرج بصورته وتفاعل في الهواء كون لك ملوث تاني، الملوث التاني ده اسمه سكندري بليوتنت. زي ايه؟ اشهر مثال على كده اللي هو السوكس، السوكس نفسه او الاس او 2. الاس او 2 هو ملوث في حد ذاته، برايمري بليوتنت، لو خرج برايمري بليوتنت، خرج انا استنشقته خلاص، انا كده يعني ايه، لا قدر الله تعبان او في حاجه عندي مشاكل في الجهاز التنفسي ولا قدر الله ماشي، لا ده ممكن يؤثر على الحياه النباتيه والحيوانيه، جميل خلاص، ده اسمه برايمري بليوتنت. الاس او 2 يتحول بعد كده لاس او 3 ماشي، في وجود اشعه شمس ولا حاجه، خلاص يبقى فوق الاس او 2 يتحول لاس او 3، بعد كده في ووتر فيبر في الهواء صح؟ جميل، الووتر فيبر اللي في الهواء ال H2O يتفاعل مع ال SO3 ماشي، يكون لك حاجه اسمها H2SO4، ده اللي هو ايه؟ حمض الكبريتيك، او ال يكون لك بعد كده اللي هو ده الامطار الحمضيه. فال H2SO4 ده ملوث ماشي، استنشاقه يعمل لك مشاكل تمام، يسبب لك تهيج في العينين او حاجه، فكل ده ماشي، ده اسمه ايه؟ ما اسموش برايمري بليوتنت، ان هو ما انطلقش في صورته، ما فيش عملية بروسس خرجت لي H2SO4، لا البروسس نفسها نتجت عن طريق ان البرايمري بليوتنت اتفاعل في الهواء كون لك سكندري بليوتنت. ممكن يكون يتفاعلوا مع بعض، ان البرايمري بليوتنت اتفاعلت مع بعض بشكل ما او باخر، كون لك ايه؟ كون لك بعد كده السكندري بليوتنت. خلاص كده. طب الامثله على البرايمري بليوتنت اللي هي بتنطلق في صورتها الطبيعيه على طول، وتبقى يعني تنطلق من العمليه في صورتها وتخش الهواء في صورتها من غير اي كيميكال رياكشن خالص ماشي، اوكي، زي ايه؟ زي البارتيكولر ماتر، زي الكربون مونوكسيد والكربون دايوكسيد، وزي السلفر دايوكسيد اللي هي الاس او 2، والنيتروجين دايوكسيد اللي هو الان او 2، او حاجه اسمها الفولاتايل اورجانيك كومباوندز اللي هي بي او سي ماشي، وهذا زي ايه؟ الليد اللي هو الرصاص. كل دول ممكن يقدروا ينطلقوا من، اغلبهم ينطلق من عمليات كومبشن، او ايميتد من عمليات كومبشن، او من عمليات ايه؟ او من عمليات اخرى ايه؟ عمليات صناعيه ماشي. طب اول واحد بقى، يعني هنمسك واحد من واحد واحد، نشوف هو بيجي منين ماشي، وناخد نبذه عنه مثلا كده وتاثيره ايه. اول حاجه خالص عندنا هو ايه؟ البي ام، او البارتيكولر ماتر اللي عندي. البارتيكولر ماتر ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن جزيئات سسبندد كده، يعني هي عباره عن جزيئات عالقه جوه ايه؟ جوه الهواء زي ما اتفقنا ماشي. الجزيئات دي ممكن تكون سوليد اور ليكويدز، زي لسه قايلين من شويه، لو هي ليكويد هنسميها الايروسول، السبري ايروسول، لو هي سوليد هتبقى برضه اسمها بارتيكولر ماتر عاديه جدا ماشي. البارتيكولر ماتر دي هي اصلا جايه منين؟ بتيجي منين من الاساس؟ هي ممكن تيجي مثلا من حاجات، يا اما حاجات طبيعيه جدا ماشي، هي برضه موجوده في الطبيعه، او من هيومن، او ليها ايه؟ هيومن افكت.
طب ايه الحاجات الطبيعيه اللي هي ممكن تيجي منها، زي ايه مثلا؟ يعني اي ميشن لبراكين او حاجه زي كده، لما البركان مثلا ينفجر بيطلع لك ميشنز ضخمه جدا، بيطلع لك تراب ويطلع لك داست ويطلع لك حاجات كتير قوي ممكن تكون سورس من البارتيكولر ماتر بتاعك. ماشي اوكي. طب انواعها، او طب الهيومن نفسها ممكن ان هي عمليات ايه؟ عمليات الكومبشن، عمليات الباور جنريشن اللي هي، او اي بروسيس اندستري ماشي، زي المايننج مثلا، عمليات المناجم، عمليات المحاجر ماشي، ممكن تطلع لك تراب او حاجه زي كده، ده يعتبر سورس من البي ام اللي عندك ماشي. المهم البي ام اللي عندك او البارتيكولر ماتر ممكن يقدر يتقسم 3 انواع على حسب السايز بتاعه، وكل سايز من دول بيكون ليه افكت مختلف عن التاني ماشي. البي ام 10 اللي هو ممكن الديامتر بتاعه بيكون في حدود ال 10 مايكرومتر او ايه، او اقل شويه من 10 مايكرومتر بالظبط، الاعلى من 2.5. البارتيكولرز دي بتنطلق على الديامتر اللي هو ال 10 مايكرومتر ماشي، زيها زي ايه، زي الدست، زي البولين اللي هو حبوب اللقاح، وبتيجي برضو من لارج كومباشن بروسيس زي ما اتفقنا. البي ام 2.5 او 2.5 ماشي، البارتيكولر دي الديامتر بتاعها بيكون 2.5 فيما اقل، يعني الديامتر بتاعها 2.5 مايكروميتر او ايه، او اقل. دي عباره عن ايه؟ الديامتر بتاعها اصغر شويه من مين؟ من البي ام 10. برضه هي بتيجي المصدر الرئيسي بتاعها اللي هو برضه عمليه الكومبشن اللي جايه من الترانسبورتيشن، من اللي بياكل ايميشنز، وبرضه بتيجي بقى برضه من الباور بلانت، ومن اي اندستريال ايه؟ من اي اندستريال بروسس، وفي حاجات مصادر طبيعيه لو هو السموك اللي جاي من حرائق الغابات. حلو كده؟ طب مش بتتميز عنها، او خطورتها، خطوره البي ام 2.5 عن البي ام 10 عباره عن ايه؟ ان البي ام 2.5 اصغر، وبالتالي هي ممكن تقدر تخش ديبر اكتر جوه ايه؟ جوه الجهاز التنفسي بتاعك، جوه الرئه، وبالتالي تسبب لك مشاكل اكتر، لغايه ان هي ممكن تقدر تمشي جوه ايه؟ جوه الدم نفسه. جميل جدا. ماشي. طب او الكاتيجوري الثالث اللي اسمها الالترا فاين بارتيكلز، الالترا فاين بارتيكلز دي كلها ان هي لو الديامتر بتاعك هو اقل من ايه؟ اقل من 1 من 10 مايكرومتر ماشي، ودي برضو جايه من كومبشن بروسيس زي الفيكل اكزوست، وزي اي اندستري، وزي باور جنريشن. هي برضو يعني الكومبشن اللي عندك ممكن يطلع لك بي ام 10، ممكن يطلع لك بي ام 2.5، ممكن يطلع لك الترا فاين بارتيكلز الديامتر بتاعها يوصل لاقل من 1 من 10 مايكروميترز. ان شاء الله في المحاضره الجايه باذن الله هناخد بقى ايه كل واحده، يعني الفلاتر اللي انا اقدر استخدمها ازاي، اقدر امينيمايز الامباكت بتاعها او الاميشنز اللي خارجه من كل مصنع او من كل اندستري بروسيس، او من اي باور جنريشن، يعني خاصه في البي ام، او اي بليوتنت ايه، البليوتنت اخر يعني ماشي. البي ام 2.5 احنا اتفقنا من شويه اللي هي تقدر تجود ديبر جوه ايه، جوه الدم. طب تخيل بقى لو هي مثلا لو حاجه اقل من 1 من 10 مايكرومتر، هيبقى الايفكت بتاعها على صحه الانسان ازاي، وخاصه ان هي دي بارتيكلز زي ما اتفقنا ان هي سوليد بارتيكلز ماشي، في الاول في الاخر، او اغلبها سوليد بارتيكلز، فتراكمها جوه الجسم نفسه ممكن يقدر يسبب مشاكل كبيره جدا، سواء في الجهاز التنفسي او ايه، او اي اجهزه اخرى عندك ماشي. وهي دي الايفكت بتاعها اللي هو عباره عن ان هو ممكن يقدر يسبب لك تهيج في الرئه ماشي، او يقدر يسبب لك مثلا ديك في ديك مثلا في التنفس، او سعال، وخاصه لمرضى الجهاز التنفسي اللي عندهم مثلا ربو او حاجه، الموضوع ده طبعا بيأثر معاهم كتير جدا. ده البي ام اللي هو ممكن يكون بي ام 10. بعد كده البي ام 2.5 زي ما اتفقنا اللي هو عباره عن ممكن يقدر يخش اكتر ديبر اكتر جوه الجهاز التنفسي، وبالتالي ممكن يقدر يسبب لك مشاكل، ممكن تقدر توصل بعد كده لايه؟ لو هو كلما صغر يقدر يخش اكتر جوه الرئه ويتراكم اكتر، يسبب التهابات اكتر في الشعب الهوائيه، يسبب بعد كده مشاكل في الرئه، لا قدر الله ممكن يسبب بعد كده الكانسر، او بعد كده ممكن توصل للوفاه. وطبعا ده احنا بنتكلم على الكرونيك افكت، على اللونج تيرم. انت يعني ايه لو لا قدر الله حد ايه، او انسان كل يوم يروح يشتغل في الحاجه دي كلها، بتعرض فتره تعرض كبيره بتركيز عالي لسنوات طويله، خلاص كده لفتره تعرض كبيره يعني ماشي. طب البارتيكولر ماتر ده كده ايه؟ خلاص انا كده عارف ان هي كده ملوث، لان هو بيأثر على صحه الانسان. طب لو انا طب هو ليه برضه تاثيرات اخرى على الانفايرمنت اللي حواليك غير صحه الانسان؟ هو البارتيكولر ماتر ده زي ما هناخد كمان شويه، هو يعتبر بيكون السموك ده اللي هو الضباب، يعني تحس ان انت مش الضباب اللي هو الشبور اللي انت بتشوفها الصبح وانت مثلا رايح الجامعه الصبح او رايح الشغل الصبح، لا ده مش دي،
الضباب ده هو عباره عن ضباب دخاني، اللي انت تحس مثلا كده احنا في القاهره مثلا بلد حر شويه، تيجي مثلا فتره الظهر كده تحس ان الجو ايه، زي الجو مصفر كده ماشي، ومش في الخمسين، مش في الفتره احنا فيها دي، لا تحس ان الجو مصفر كده، تحس ان في دخان في انت مش قادر تتنفس وعاوز تلبس كمامه وبتاع ماشي. ده هو اللي يبقى البي ام ده، هو يعتبر من احد المكونات الرئيسيه للضباب الدخاني ده، زي ما هنا كمان شويه في السلايدز الجايه ماشي. طب جميل. طب في بعض انواع من البارتيكولر ماتر، زي حاجه اسمها البلاك كربون، بيسموه البلاك كربون، ده بيقدر يمتص اشعه الشمس اللي عندك او ويعمل لها سكاترنج، يعني بيعمل لها تشتيت كده ماشي، وبالتالي ده بيأثر على درجات الحراره اللي عندك، عشان هو كده كده في الاول وفي الاخر لو هو انطلق بكميات ضخمه جدا في الهواء ماشي، هو في نفس الوقت هي عباره عن ايه، جزيئات صلبه او حتى يعني ليكويد، وهي بتكون سسبندد في الهواء، يعني الهواء شايلها، خاصه هي تعتبر ايه، الديامترز بتاعها صغيره بس بكميات كبيره ماشي، وبالتالي ممكن تعمل لك تشتيت في اشعه الشمس، ممكن تخلي اشعه الشمس ممكن ما توصلش لريجن معينه، وبالتالي تقدر تاثر على التمبريتشر او الانفيرومنت جوه ايه، جوه المكان، وبالتالي هتقدر تسبب بعد كده تدهور في النظام البيئي في المنطقة دي. جميل؟ يعني منطقة فيها عواصف ترابية كتيرة، وبالتالي ممكن ما توصلهاش أشعة الشمس تأثر على درجة الحرارة اللي فيها. جميل جدا. طب بالنسبة كده البارتيكولر ماتر، يبقى خدنا البارتيكولر ماتر أنواعه، إحنا عندنا 3 أنواع منه، بي إم 10 وبي إم 2.5، اللي هو على حسب أقدر أقسمه على حسب إيه، على حسب الديامتر بتاعه، البي إم 10 10 مايكرومتر، البي إم 2.5 هو 2.5 مايكرومتر فيما أقل، والالترا فاين بارتيكلز ممكن هي اقل من 1 من 10 مايكرومتر. السورسز بتاعهم كلهم هو عمليه الكومبشن بتاعتي، ان الفيول بتاعي ممكن يكون فيه شويه سوليد او حاجه زي كده، او اش او سوت ماشي، هي تقدر تنطلق معايا اثناء عمليه الكومبشن، او تيجي من اي اندستريال بروسس اخرى، او ممكن تيجي من مصادر ايه، مصادر طبيعيه ماشي، بتسبب بعد كده مشاكل لصحه الانسان اتكلمنا عليها، وبتسبب بعد كده مشاكل للانفايرومنت، منها تكوين ايه، السموك. عارف ان هو كميه نظر كبيره شويه، بس ايه بنحاول نلخصها مع بعض يعني ماشي. تاني ملوث عندنا هو عباره عن الكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد ماشي، هو عباره عن ايه، هو عباره عن هو غاز لا ليه طعم ولا ريحه ولا لون، يعني هو ما فيش اصلا ولا تقدر تشمه، ما يعني ملوش ريحه مميزه ليه، يعني لما اشم حاجه اقول لك ده انا شام اول اكسيد الكربون، لا ما ملوش ريحه اصلا ماشي، ملوش لون، ملوش اي حاجه خالص ماشي. طب في الاول وفي الاخر هو بيجي منين؟ كلنا عارفين ان هو اكيد الكربون مونوكسيد ده هيكون يعني اغلب المصادر بتاعته، او بنسبه 90% من المصادر بتاعته، هو جاي من عمليه كومبشن، انكمبليت كومبشن ماشي، ما عملتش كومبليت اوكسيديشن لذرات الكربون عندك، فانطلق معاك، وبالتالي هو هيكون جاي من اي ايه، من اي مصادر ماشي فيها عمليه الكومبشن بتاعتي، زي ايه، حرق جازولين، حرق ديزل، حرق فحم، حرق وخشب، حرق اي حاجه، مهم جاي من انكمبليت كومبشن لعمليه الحرق دي كلها. حلو جدا. طب انا دلوقتي، طب اي حرق يبقى ايه المصادر بتاعته، المين سورسز بتاعته، الفياكل اكزوست، هو اكيد هيكون جاي من ايه، من الفياكل اكزوست واي اندستريال بروسيس اخرى ماشي، وبعد كده ممكن يبقى عندك من البيت، لو انت عندك مثلا ايه بعض البوتاجازات اللي شغاله مش كهرباء، اللي مثلا شغاله بالغاز، اغلب بوتجازاتنا شغاله بالغاز، او السخانات اللي عندك، سخانات الغاز اللي عندك في البيوت ماشي، برضو حصل فيها incomplete combustion، وبالتالي جاب لك ايه، كربون مونوكسيد. كل دي كلها human made sources او human sources ماشي. طب في مصادر تانية، مصادر طبيعيه زي ايه، زي الحرائق ايه، حرائق ايه، الغابات دي كلها ممكن، في لو هي حريق مش بفعل فاعل، او حريق طبيعي من حرائق الغابات دي كلها، ممكن تطلع لك ايه برضه، انكمبليت كومبشن، تطلع لك نسب معينه من اول اكسيد الكربون ماشي. بس احنا هنا مش بنهتم قوي بالمصادر الطبيعيه، ليه؟ لان هي في الاول وفي الاخر زي الطبيعه بتبالانس نفسها، يعني انت في الاول وفي الاخر لو حصل انفجار ضخم للبركان ماشي، هو هيطلع اميشنز ضخمه جدا من كل الملوثات دي كلها، ممكن مثلا تلاقي 1000 محطه كهرباء ما تطلعهاش في سنه، بس هو ممكن يكون طلعها في ساعه ماشي، بس سبحان الله بعديها هتيجي مثلا شويه رياح كده ولا حاجه، تيجي تعمل ديليوشن لكل الكلام ده كله، وتقدر تعمله سكاترينج، يعني بيعمل ديليوشن كده وتوزعه بعيد اصلا عن كل الحاجات دي، لان الطبيعه بتبالانس نفسها، لان البركان موجود اصلا من ملايين السنين، يعني عادي، يعني هو في الاول وفي الاخر الطبيعه، المبدا بتاعنا بتبالانس نفسها بنفسها، بس اي حاجات تانيه غير مصادر دخيله عن النظام بتاعها، وزي الانسان مثلا هو اللي بيدخلها بايده، فهي مش بتبالانس القصص دي كلها خالص ماشي.
الكربون مونوكسيد هو بيأثر على ايه؟ ما هو ممكن يقدر يأثر، هو الكربون مونوكسيد هو غاز، انا بعتبره انا هو غاز ساب، لو هو اتعرض لفتره كبيره جدا، لو انت عند التعرض لفتره كبيرة، لو انت تعرضت له بنسب كبيره لفتره كبيره، ممكن يقدر يسبب بعد كده الوفاه. يعني انت مثلا لو في بعض الاحوال لو انت جيت شغلت العربيه في الجراج وفتحت الشباك حاجه بسيطه كده، ممكن تقدر تسبب ايه؟ ونمت بقى خلاص بقى انت كده الله يرحمك. ماشي؟ هتبقى فتره كبيره انت عمال تتعرض لاول اول اكسيد الكربون، ان هو في الاول في الاخر الافكت بتاعه على جسم الانسان ان هو بيمنع وصول الاكسجين، ان هو بيرتبط بالهيموجلوبين الموجود في الدم وبيمنع وصول الاكسجين لكل الخلايا والانسجه اللي عندك. ماشي؟ وبالتالي اول تعرض ليه بعد فتره معينه، اول اعراض سوري اول اعراض انت حضرتك هتحسها لو انت مثلا تعرض لاول اكسيد الكربون، هتحس بصداع وغثيان، بعد كده هيبقى صداع ضخم جدا، بعد كده وهكذا لغايه ما تقدر ممكن توصل لايه؟ لل على اللونج تيرم طبعا بعد كام ساعه كده من هاي اكسبوجيشن ده ممكن توصل لايه؟ للوفاه. ماشي؟ اوكي. الكربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد هو يعتبر يعني الاخ الاكبر من الكربون مونوكسيد، هو برضو غاز ولا ليه طعم ولا ليه لون ولا اي حاجه، هو برضو جاي بينتج من هيومن ميد. ماشي؟ من اي عمليه كومبشن، من اي عمليه كومبشن او اي عمليه صناعيه اخرى، بيطلع ايه؟ بيطلع سي او 2. بس السي او 2 اصلا هو موجود في الطبيعه، يعني السي او 2 في حد ذاته هو اصلا كان موجود في الطبيعه، يعني في ممكن مصادر للناتشرال ريسورسز نفسها تطلع لك سي او 2 زي ايه؟ زي مثلا الفولكانو او انفجار البراكين اللي عندك دي كلها، او تنفس، انت تنفسك نفسه سي او 2، اي تنفس بعد كده للثدييات الانسان الحيوانات كل الحاجات دي كلها بتطلع لك ايه؟ بتطلع لك سي او 2. الهيومن اكتيفيتي زي ما اتفقنا ان هو عباره عن البيرنينج فيول. ماشي؟ وانطلاق الكلام ده كله في الاتموسفير، فطبعا ده يؤدي لزياده نسبه ثاني اكسيد الكربون عن النسب الطبيعيه اللي المفترض يكون عليها ثاني اكسيد الكربون. ماشي؟ حلو، يعني احنا هناخد برضه بعض الحاجات. ثاني اكسيد الكربون هو يعتبر جرين هاوس جاس. يعني ايه جرين هاوس جاس؟ ان هو في الاول وفي الاخر هو بيابسورب، ماشي، اشعه الشمس وخاصه الاشعه بتاعت الانفراريد راديشن اللي نازله على الكوكب نفسه. اوكي؟ بيمتصها، وبالتالي بيحفظ درجه حراره الهواء، او سوري او زي ما تقول بيورم اب الكوكب كله. ماشي؟ يعني هو بيحتفظ بالحراره اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو امتصها. تمام؟ يعني هو الارض بيكون نازل عليها جزء من اشعه الشمس، اوكي، في جزء بيتابسورب وفي جزء بيكون ريفلكتد في الفضاء. لا، هو بيزود من كميه الجزء اللي انا اقدر ابسوربه، ماشي، جوه ايه؟ جوه الكوكب، وبالتالي ده بيرفع درجه حراره الكوكب. طب دي العمليه اللي بتحصل دي عمليه طبيعيه ولا عمليه يعني حاجه حلوه باد ولا جود؟ ماشي، لا هي زمان يعني صغيرة ملايين السنين كانت عمليه جود جدا، لان في الاول والاخر بالنسبه للمعادله بتاعت ثاني اكسيد الكربون ان هو عشان هو جرين هاوس جاز، ماشي، هي اللي رفعت درجه حراره الكوكب وخلت المايه اللي عندك اصلا سائله، وبالتالي خلت حياه على الكوكب عندك. ماشي؟ ان انت في الاول وفي الاخر درجه حراره الكوكب بتاعك سمحت لك في يوم من الايام ان هو لا انت متجمد ولا انت درجه حرارتك عاليه لدرجه ان مفيش ميه اصلا، ماشي، ولا اي حاجه، لا انت درجه الحراره بتاعتك ايه؟ الطبيعيه اللي انت تقدر تعيش عليها وكل الكائنات دي تقدر تعيش عليها. جميل. وبالتالي عشان كده كنت قلت لك بدات اتكلم في حته ايه؟ ان ثاني اكسيد الكربون هو موجود بنسب معينه، هي اللي دي اللي ممكن تكون سمحت، وكون سبحان الله يعني هي من كل من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبب الاسباب وجود حياه على الكوكب ده. جميل. طب لو بزياده نسبه ثاني اكسيد الكربون ايه اللي حصل؟ العمليه بقت مستمره، اللي هي في حته ايه؟ ان الجرين هاوس افكت او الجرين هاوس هو ستيل برضه جرين هاوس جاز، ان هو اشعه الشمس بتنزل، ماشي، هو بيمتص اشعه الشمس، بس هو كان موجود بنسب معينه. فدلوقتي لما نسبته عليت نتيجه الاندستريال ريفوليوشنز اللي حصلت، الاندستريال ريفوليوشن، ماشي، والتوسع في استخدام الفسيول فيول اللي عندك، والتوسع في استخدام في الباور بلانتس اللي شغاله بالكول والديزل والحاجات اللي زي كده والميثين والناتشورال جاز، ماشي، زودت نسبه ثاني اكسيد الكربون اللي موجود عندك، وبالتالي ايه اللي حصل؟ وبالتالي رفعت انت درجه حراره الكوكب، ماشي، عن طريق ان انت ايه؟ ان من نسبه ثاني اكسيد الكربون عليت عندك، ماشي، بقى بيمتص حراره اكتر، فرفع درجه حراره ايه؟ فرفع درجه حراره الكوكب. ماشي، من شويه قلنا ان الطبيعه المفروض ان نجيب الفقره دي قبل دي، من الطبيعه بتبالانس نفسها، بمعنى ان انت في الاول وفي الاخر ما هو الانسان والحيوانات
الكائنات دي كلها هي بتطلع اصلا ثاني اكسيد الكربون، ماشي؟ طب خلاص، ما انا عمال اتنفس اطلع ثاني اكسيد الكربون، والحيوانات عماله تتنفس وتطلع ثاني اكسيد الكربون. طب فين البالانس؟ ما انا دلوقتي احنا قلنا لو نسبه ثاني اكسيد الكربون زادت عن نسبه معينه، وافترضنا عدم تدخل في الحاله اللي انا بتكلم عليها الكيس دي، عدم تدخل الانسان، يعني ما كانش فيه اي اندستري، ما كانش فيه اي باور بلانت اللي احنا بنتكلم عليهم دول، لا هو احنا قبل الحضاره يعني عايشين على الزراعه، احنا كنا بنتنفس. طب نسبه ثاني اكسيد الكربون دي كده، والحيوانات بتتنفس، الكائنات اللي حوالينا كلها بتتنفس، ماشي؟ وفي مصادر طبيعيه عماله تطلع ثاني اكسيد الكربون، وعماله ترفع من درجه حراره ايه؟ عماله ترفع من درجه حراره الكوكب. طب ما هو ده يبقى ده جرين هاوس افكت، او ده سبب حاجه باد يعني؟ لا، هو في الاول وفي الاخر الطبيعه بالانس نفسها ازاي؟ ان في حاجه اسمها كربون، كربون سيكوستريشن، سوري، يعني ايه؟ خط صغير شويه، او التخلص من الكربون، كربون سيكوستريشن، ماشي؟ اللي هي عباره عن ايه؟ هي دي عباره عن ناتشرال بروسيس، زي عمليه البناء الضوئي بتاعتنا، بتاعت النباتات، ماشي؟ ان هو النبات نفسه بيقدر يمتص ثاني اكسيد الكربون وبيريليز ايه؟ بيريليز اكسجين، ماشي؟ بس العمليه دي كلها برضو بتحصل برضو في المحيطات، ان ثاني اكسيد الكربون يقدر يذوب في الماء المالح. جميل؟ حلو، يعني كان النباتات اللي موجوده عندك تقدر تمتص ثاني اكسيد الكربون، والمحيطات اللي موجوده عندك تقدر تمتص ثاني اكسيد الكربون بنسب معينه عشان تقدر تحافظ على النسبه بتاعته، لا هي تقدر تقل تفقد الميزه بتاعته، ولا هي تزيد، فالميزه اللي عندي تتحول لايه؟ لعيب. ماشي، طب انا دلوقتي خلاص ده الحاله الطبيعيه، تدخل الانسان سبب لايه؟ سبب ارتفاع في نسبه ثاني اكسيد الكربون، وده اثر مش بس على الجلوبال وورمنج، لا ده اثر عامل لك حاجه اسمها ايه؟ اوشن اسيديفيكيشن، يعني ايه؟ ان انت بتزود الحمضيه نفسها بتاعت الميه المالحه او الموجوده فين؟ في المحيطات، لان نسبه ثاني اكسيد الكربون عليت، وبالتالي نسبه ثاني اكسيد الكربون المذاب في الميه زادت، وبالتالي انت ابتديت تتكون بعض المركبات الحمضيه اللي بتزود بعد كده ممكن بدرجه ما حمضيه الميه اللي تقدر تؤثر على ايه؟ الكائنات البحريه. فالميزه اللي عندك، او الميزه اللي كانت عندك اتحولت لايه؟ لعيب. ماشي، احنا كده اتكلمنا عن ثاني اكسيد الكربون، ماشي؟ هنتكلم عن السلفر دايوكسيد. السلفر دايوكسيد اللي هو الاس او 2 هو برضو عباره عن كلرليس جاز، ان هو انت ما تشوفش لونه، بس هو في الاول في الاخر ليه ريحه المره دي، يعني عكس السي او، عكس السي او 2، هو لا هو ليه ريحه نفاذه مميزه ليه يعني، ماشي؟ هو برضو بيجي يعني produced برضو من الهيومن افكت، احنا هنلخص الكلام ده كله في الاخر، لا هو جاي من الهيومن افكت، هو جاي برضو من عمليه الكومبشن. طب عمليه الكومبشن بتتم ازاي؟ او من جاي منين من عمليه الكومبشن؟ ان الوقود اللي عندك بيكون فيه سلفر كونتنت، يعني بيكونتين فيه سلفر، يعني الجازولين فيه نسبه سلفر، مثلا لو الديزل فيه نسبه سلفر، او اي حاجه، اي وقود فيه نسبه سلفر، هو على طول السلفر اللي عندك ده هو الكبريت بيتاكسد، يبقى عندك ايه؟ عباره عن الاس او 2. الاس او 2 زي ما اتفقنا قبل كده، نرجع للتعريف الاولاني، ان هو برايمري بليوتنت، ان هو بيخرج على طول بصورته، يبقى ملوث للبيئه على طول، وملوث لايه؟ بيسبب بعد كده مشاكل لصحه الانسان، ويسبب بعد كده ايه؟ مشاكل في البيئه. طب هو اير بليوتنت، هو عباره عن زي ما اتفقنا هو برايمري بليوتنت، ماشي؟ ممكن بعد كده يعني انا بس كنت عاوزين نشوف ان هو بيأثر على صحه الانسان، او الفقره دي، ماشي؟ اللي هو بعد كده ممكن بيأثر على صحه الانسان، وهو بيسبب برضه تهيج في الجهاز التنفسي، بيسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، ماشي؟ ممكن يسبب لك موضوع السعال، وبعد كده ضيق التنفس وهكذا، والالم الصدري، والتهاب في الالتهابات اللي في الجهاز التنفسي. يبقى هو عباره عن ايه؟ عباره عن بليوتنت لوحده كده، برايمري بليوتنت، ماشي؟ طب ليه انفيرومنتال افكت؟ هو عباره عن ليه انفيرومنتال افكت، ماشي؟ لان هو بعد كده ممكن يقدر يسبب مشاكل بعد كده في للنباتات، او للحياه المائيه اللي عندك، عن طريق ان هو بعد كده يخش اصلا مكون اخر لبليوتنت اخر اللي هو H2SO4. يعني هنا هنيجي للفقره دي، اللي هو الاسيد رين، اللي هو الامطار الحمضيه، ان هو وده يعتبر يعني المين او الكور اللي هو بيعمله، ان الاس او 2 هو بيسبب بعد كده بيرياكت مع الاكسجين اللي موجود في الجو عشان يكون السلفاريك اسيد، او اللي هو الحمض الكبريتيك سلفاريك، اللي هو H2SO4. هو ما بيتمش العمليه كده مباشره، هو الاس او 2 بيتفاعل مع الاكسجين اللي في الجو ويكون اس او 3 في وجود ضوء الشمس، يعني هو ده يعني يعتبر كاتاليست، اللي هو يعتبر ايه؟ عامل حفاز ليها او حاجه زي كده.
ال SO3 بعد كده بيتفاعل مع H2O اللي هو الووتر فيبر الموجود في الهواء، يكون لك بعد كده H2SO4. ماشي، في وجود الميه لو اي امطار خلاص يبقى انا معايا H2SO4 بقت معايا اي اسيد، ايه معايا اسيد رين بطريقه ما او باخرى. الاسيد رين دي بعد كده بتسبب لك مشاكل كتيره جدا بعد كده، اصلا هو ملوث ماشي، بتسبب لك مشاكل بعد كده للحياه المائيه لو المطر ده كله نزل على بحر او نهر او حاجه، بسبب لو المطر ده كله نزل على زرع التربه راحت في داهيه خلاص، بيسبب لك بعد كده دامج للنباتات كلها على بعضها، بيسبب لك بعد كده حتى حاجات اللي تاثر على صحه الانسان ماشي، اللي هو اصلا مهيج للعين او حاجه زي كده. وبعد كده ممكن يقدر يسبب لك هو كروجن، هو او كروزيف ماتيريال، ممكن بعد كده يسبب لك ايه كروجن لواجهات المباني واي انفراستراكشر زي ايه عندك. ده السلفر ايه دايكسايد. النيتروجين دايكسايد الرابع معايا هنا ال NO2 ماشي، هو برضو بقية بس هو ده الغاز الوحيد اللي معايا هنا اللي ليه لون، اللي هو لونه كده زي رادش براون اللي هو يعني بني محمر كده ماشي. وبرضه ليه ريحه ايه، ودي ليه ريحه نفاذه، يعني السي او والسي او 2 ما لهمش لا لون ولا ريحه. النيتروجين دايوكسيد ليه لون وريحه، السي او 2 هو ليه ايه، ليه ريحه بس ملوش لون تمام. برضه السورس بتاعه ال ان او 2، هو ال ان او 2 ممكن يخرج لك بصوره ال ان او 2، هو يعني هو بينتمي لعيله اسمها النوكس ماشي، هو ممكن يقدر يخرج لك بصورته لوحده كده ان او 2 من ايه، من عمليه الكومبشن بروسس. عند لما تكون عندك عمليه الكومبشن بروسس عند درجات الحراره العاليه، النيتروجين اصلا لوحده غاز ما بيتفاعلش. لو احنا لو رجعنا تاني اللي خدناه في السيرو داينامكس قبل كده، او خدنا جزء من الكومبشن بتاعت سنه ثالثه، اللي هو لوحده كده ان او 2 مش بيتفاعل، سوري لان 2 مش بيتفاعل، بس درجات الحراره العاليه ممكن بعد كده النيتروجين اللي عندك يتفاعل مع مين؟ مع الاكسجين، يكون لك بعد كده ان او، او يكون لك بعد كده العيله بتاعت النوكس نفسها اللي هي ممكن تبقى ايه ان او 2 ماشي. الان او 2 خلاص يبقى انا كده عارف ان هو جاي من هيومن ميد، حاجات هيومن يبقى هي عباره عن الكومبشن بروسيس ماشي، او من اي حاجات اخرى ناتشرال زي ايه، زي اللايتنج اللي هي عباره عن البارك او حاجه، انا بستخدم طاقه البارك دي عشان اقدر اعمل اتحاد ما بين جزيئات الاكسجين والنيتروجين فكون لي ايه ان او 2، بس دي مصادر طبيعيه مش تعتبر، انا مش بعتبرها ملوثه، لان انت لو حتى لو مهما كان البارك انت تكون نسب قد ايه برضه الطبيعه ايه بتبالانس نفسها. جميل. النيتروجين دايوكسيد خلاص احنا ان ان او 2 اللي عندنا ماشي، هو يعتبر ليه بليوتنت ان هو في الاول وفي الاخر برضه بيأثر على عندك الجهاز التنفسي، يعني كان عندك بيأثر على الجهاز التنفسي اللي عندك، يعمل لك برضه مشاكل برضه في الجهاز التنفسي والتهابات في الجهاز التنفسي والضيق التنفس وخلافه ماشي. وبالتالي يقدر يسبب لك مشاكل بعد كده لصحة الإنسان. طب لو هو مثلا بليوتنت للبيئة المحيطة اللي حواليك، نفتكر بقى القصة احنا كنا اتكلمنا عليها من شوية اللي هي حتة السموك او الضباب الدخاني، النيتروجين دايوكسيد هو يعتبر بطل العمليه دي كلها ماشي، ان هو يقدر يسبب لك ايه موضوع السموج او الضباب الدخاني، ان هو اصلا بيطلع لوحده كبرايمري بليوتنت ماشي، يخش يتفاعل في الاتموسفير يكون لك بعد كده مصادر تانية او يكون لك كومباوند كومبوننتس تانية ماشي، زي الاوزون، زي الجراوند اسمها حاجه اسمها جراوند ليفل اوزون، وبالتالي لوحده كده ممكن يقدر يعمل لك كل المكونات دي كلها، ممكن تعمل لك بعد كده الاوزون اللي هو يسبب لك مشاكل، او يسبب لك يعمل لك ايه عمليه إيه الضباب دي كلها. خلاص كده ماشي، يبقى هو النيتروجين دايوكسيد هي اما هو بليوتنت في حد ذاته ان هو يؤثر على صحه الانسان، لو هو على الطبيعه ان هو بيتفاعل مع كومبوننت اخرى يكون لك حاجه اسمها الاوزون زي ما ناخده كمان شويه، بس ده سكندري بليوتنت ماشي، او بعد كده بعض الحاجات التانية النيتروجين دايوكسيد ماشي ممكن يقدر يكون لك بعد كده ايه اللي هو السموك، اللي هو برضو البليوتنت او الضباب الدخاني اللي عندك دي كلها ماشي. وبرضو وجوده بنسب كبيرة ممكن يقدر يأثر على الحياة النباتية اللي عندك ويقدر يقلل من إنتاجية المحاصيل اللي عندك دي كلها. أوكي ماشي. ايه تاني كده النيتروجين دايوكسيد كده بقى ايه البي او سي، الفولاتايل اورجانيك كومباوندز اللي هي المواد المتطايره. فولاتايل هي مواد ايه، عباره عن مواد متطايره
ماشي، هي عبارة عن هو هيدروكربون متطاير، زي مثلا زي الحاجات بتاعت البرفانات، زي مذيبات الدهون، أو زي المعطرات، أو زي المنظفات، زي الألوان، فهي موجودة حواليك في كل مكان، الفي او سي دي كلها. فهي مواد أصلا، هي مواد متطايرة. يعني إيه؟ يعني هي تتحول من الحالة الليكويد للحالة الفيبر بتاعتها، أو الفيبر بتاعها، عن درجة الإيه، عن درجة الحرارة. يعني أنت مثلا رشيت مثلا شويه بنزين على الارض، مثلا بنزين اللي هو الجازولين العادي، هتلاقيهم مثلا بعد ساعه بخاروا كلهم، وسام ريحه البنزين معبيه المكان. ماشي؟ اوكي؟ فالفي او سي اللي عندك ده، ماشي، زي ما انت قلت، هي موجوده في كله، موجوده في الكليننج ايجنت، موجوده في الفيول، موجوده في البيلدنج ماتيريال، موجوده في البينت، في البينتس الالوان وال اللي انت بتلون بيها، والبيلدنج ماتيريال زي ما اتفقنا قبل كده. اوكي؟ يعني هي موجوده حواليك في كل حاجه. ده كل ده هيومن ميد. طب ايه الناتشرال سورسز بتاعها؟ هي ممكن تكون موجوده برضه في بعض النباتات، بعض النباتات او حاجه، والفورست فايرز لو هي ايه، لو هي موجوده، او اي بيولوجيكال بروسس اخرى. ماشي. طب الفي او سي، ماشي، هو لو انا تعريف البليوتنت عندي ان هو ياثر على حاجتين، يا اما ياثر على صحه الانسان، يا اما ياثر على البيئه، يا اما ياثر على الاثنين. طب هو بيأثر على صحه الانسان في ايه؟ ان هو في الاول في الاخر، ان الفي او سي، الفي او سي اللي عندك ده كله، لونج تيرم او حتى شورت تيرم اكسبوجر، شورت تيرم اكسبوجر سبب لك مشاكل. انت وانت قاعد كده عمال ايه، تشم ريحه بنزين، فانت حسيت بصداع، ماشي، حسيت انت عندك مشاكل بعد كده ايه، في الجهاز التنفسي بتاعك. ماشي؟ لو انت مثلا رحت بنزينه قعدت فتره كبيره، تمام، فتره كبيره دي كلها ممكن نص ساعه، ساعه، او واقف جنب تانك بنزين، فانت انت لا انت مش هتطيق الريحه دي كلها. اللونج تيرم اكسبوجر بتاعها، وعلى حسب برضه، توقف على نوع الماتيريال، ممكن تسبب لك مشاكل كتيره، حتى ممكن تجيب لك لا قدر الله بعد كده ايه، سرطانات او حاجه. ماشي؟ وبالتالي هي بتاثر، ليها سايد افكت على صحه الانسان، سواء على اللونج تيرم او ايه، او شورت تيرم اكسبوجر. طب دلوقتي، طب لو هي اير بوليوشن على الطبيعه بقى، يعني الطبيعه، ماشي، لو هي في الطبيعه نفسها بتاثر على ايه، هي برضو بتتفاعل مع مركبات النوكس، وتكون لك بعد كده الجراوند ليفل اوزون. الاوزون ده اصلا يعتبر ايه، ملوث سكندري، او سكندري بليوت انت عندك، ماشي، وهو اللي بيكون لك بعد كده موضوع السموك. يعني انت عندك دلوقتي النوكس والفي او سي، تاثيرهم على الطبيعه ان هما الاثنين بيكونوا لك بعد كده الضباب الدخاني اللي هنشوف صورته كمان شويه. ماشي؟ الرصاص بقى هو يعتبر اصلا مش، يعني مش بليوتنت، لا ده توكسيك، يعني دي حاجه اصلا سامه جدا 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 جدا، وليها يعني سايد افكت ضخم جدا على صحه الانسان وعلى البيئه اللي حواليك. يعني هو اثر على صحه الانسان ان هو التوكسيك ده، هو بيهاجم الرصاص ده، وجوده بنسب تركيز معينه بيهاجم الجهاز العصبي عندك، هو بيقدر بيأثر بعد كده على صحة الجهاز العقلي وصحة الجهاز العصبي بتاعك، ممكن يسبب لك انخفاض في نسبة الاي كيو، الذكاء بتاعك، ونسب التعلم وهكذا. ماشي؟ في النسب الكبيرة ممكن بعد كده، ممكن تسبب لك مشاكل في الكلى بعد كده، او اي مشاكل اخرى زي ما اتفقنا في الجهاز العصبي بتاعك. ماشي؟ فهو يعتبر مش ملوث طبيعي، لا ده هو اصلا كارثي، ماشي، وبنسبة كبيرة جدا. عشان كده بعض الدول اصلا كانت، يعني هو كان زمان هيستوريكالي كان بيستخدم جوه الوقود. هو كان في نسب من الرصاص، ماشي، كانت بتضاف للجازولين بالذات عشان تقدر تحسن من اداء حركات البنزين. ماشي؟ فبعد كده لا، الدول بعد كده ايه، منعت اصلا استخدام الرصاص ده. بس هو مش ده المصدر الوحيد، اللي هو مش موجود بس في الفيول، هو برضه موجود في بعض العمليات الصناعيه، زي بطاريات الرصاص، ماشي، اسمها الليد اسيد باتريز، يعني ممكن برضو يتكون الرصاص ينطلق منها. بس مقارنه مثلا العمليات الصناعيه دي كلها، مقارنه مثلا ان هو كان يستخدم في العربيات، العربيات حواليك في كل مكان، ماشي، ويستخدم في البنزين، فهي في كل مكان، فانت ماشي الطبيعي انت بتشم رصاص، فاكيد اكيد انت عندك بعد كده ايه، مشكله ضخمه، يعني لو انت قعدت تشمه كتير جدا يعني. اوكي؟ ماشي. برضه بعد كده هو ليه طبعا بعد كده مشاكل في الـ في الـ بالنسبه لصحه الانسان، وبعد كده في مشاكل بعد كده للبيئه، اتفقنا خلاص صحه الانسان غطيناها، ماشي، ان هو يعتبر اصلا يعني ماده سامه، ماشي، وماده هازارد، لو هي اتراكمت على طول في الطبيعه كده تسبب لك بعد كده مشاكل بعد كده في الفود تشين، بمعنى ان هي يعني
لو في مثلا كائن معين ولا حاجه زي كده، كائن اخر بيتغذى عليه، فبعد كده يعني ده بيدمر السلسله الغذائيه دي كلها ويفضل اتنين من السلسله الغذائيه الاخرى. بعد كده ممكن يقدر يتراكم في التربه، ممكن يتراكم في الميه، وبعد كده يسبب لك مشاكل بعد كده لايه؟ للنباتات. ماشي، طب دي كل ده ملخص البرايمري بليوتنت. احنا كده غطينا البارتيكولار ماتر، البي ام 20 سوري البي ام 10 و2.5 والالترا فاين، خدنا الكربون دايوكسيد والكربون مونوكسيد، وخدنا السوكس، وخدنا النوكس، وخدنا البي او سي، وخدنا الليد رصاص. ماشي، واتفقنا في كل واحد من دول ايه المصادر بتاعته وتأثيره ايه على صحة الانسان وتأثيره ايه على النباتات اللي حواليه، اوكي، والمصادر الطبيعية بتاعته. ده كان ملخص كده لو هما ايه يعني مقارنة بيهم كلهم، يعني مين هو اصلا ملك العملية دي كلها والمهيمن عليها من اكتر برايمري بليوتنت المهيمن، هو موجود مين، هو الكربون المفروض يعني، لا هو المفروض دي كربون دايوكسيد مش الكربون مونوكسيد، سوري انا اسف دي المفروض كانت تتعدل يعني، هو الكربون دايوكسيد ماشي، وبعد كده كلهم بقى البي او سي والسلفر دايوكسيد وكل حاجه. يعتبر قطاع الترانسبورتيشن يعني او قطاع المواصلات العربيات يعني كده هو يعتبر المصدر الرئيسي لايه؟ لكل الملوثات ايه اللي موجوده. ماشي، دي يعتبر ملخص اللي احنا قلناه، يعني مثلا ملخص اللي احنا قلناه للمصادر، ان كل مصدر من المصادر دي كلها ماشي هو جاي منين وبيعمل ايه؟ يعني مثلا هي كريتد باي هيومنز، مين ايه؟ يعني كومبشن بروسيس او كيميكال بروسيس او نيوكلر، لو عندك حاجات نيوكلر او عندك حاجات مايننج او عندك حاجات اندستريال. ماشي، في بعد كده حاجات ناتشرال زي براكين، هي اغلبها براكين، في حاجات مثلا الفاير مثلا اللي هي موجوده في حرائق الغابات او حاجه، ماشي البولينز او الحبوب اللقاحه او الحاجات اللي زي كده تعتبر مصادر. فده يعتبر ايه ملخص يعني. ماشي، خش على السكندري بليوتنت. السكندري بليوتنت اللي عندي برضه هنرجع عليها تاني، اللي هي مش عباره عن بليوتنت بينطلق دايركتلي كده من العمليه الصناعيه بتاعتي او البرايمري ماشي او عمليه الكومبشن بتاعتي، لا هو بيخرج عادي مكون، المكونات دي كلها او البليوتنت بعد ما تخرج بتتفاعل مع بعضها او بتتفاعل مع الهواء الجوي تكون لك بليوتنت اخر. زي ايه مثلا؟ زي الاوزون ماشي، الاو 3 اللي لسه هنتكلم عليه كمان شويه ونشوف ايه، ونشوف اصلا ايه الاخطار بتاعته ومشاكله يعني. ماشي، وزي النيتروجين دايكسايد ال ان او 2، يعني ال ان او 2 يعتبر سكندري بليوتنت لسه قايلينه اصلا برايمري. ماشي، هو يا اما برايمري ينطلق في صورته، يعني هو بيخرج من عمليه الكومبشن بروسيس بتاعتي في صورته ال ان او 2 فاصبح كده برايمري. طب ماشي، طب لو خرج هو واتكون، ما خرجش من سوريا، ما خرجش من عمليه الكومبشن واتكون جوه الهواء، يبقى سكندري. طب ازاي هيتكون سكندري؟ ان هو ان النيتريك اوكسيد اللي هي ان او يخرج من عمليه الكومبشن، يعني اللي يكون خارج من عمليه الكومبشن ان او حلو، وبعديها ال ان او ده يتفاعل في الهواء ماشي يكون لك ان او 2، ال ان او 2 ده بقى سكندري، بقى سكندري بليونت. خلاص كده، فالنيتروجين دايوكسيد هنا قايم بقى ايه بحاجتين، اما يطلع برايمري لوحده يبقى انا كده انا يعني بعمل مشاكل لصحه الانسان والنباتات وبتاع ماشي وخلي لك لوحدي يبقى اسمه برايمري حلو، او ال ان او يخرج في صوره ان او عادي اوكي ويتفاعل يكون لك ان او 2، ال ان او 2 بقى سكندري. سكندري ايه؟ سكندري بليوتنت. فالسكندري بليوتنت بتنتج امتى؟ لما البرايمري بليوتنت ده يتفاعل مع بعضه او يتفاعل مع الهواء الجوي يكون لك مركب اخر، ده اسمه سكندري بليوتنت. طب جميل، طب ال ان 2 بقى لما يخرج ويتفاعل تاني، ال ان 2 بقى خرج وتفاعل في الهواء الجوي كون لك حاجه اسمها جراوند ليفل اوزون او الاوزون ماشي، ده اسمه ايه؟ الاوزون ده اسمه سكندري بليوتنت. حلو، الاتش السكندري بليوتنت برضه لسه ستيل برضه في الامثله بتاعتنا حاجه اسمها السلفريك اسيد زي ما احنا اتكلمنا عليه H2SO4، مفيش في الكومبشن او عمليه الكومبشن نفسها H2SO4 تخرج كده، هيخرج ايه؟ هيخرج اللي هو سلفر دايوكسيد اس او 2 وتفاعل يكون لك في تفاعل فين؟ في الهواء الجوي في الاتموسفيريك، ياخد ذره اكسجين، يبقى الاس او 2 هتروح مع ذره الاكسجين تديك اس او 3. طب الاس او 3 تتفاعل مع الووتر فيبر موجود في الهواء تديك ايه؟ تديك اتش 2 اس او 4. طب السلفريك اسيد دي في الاخر هو عباره عن ايه؟ المين كومبوننت بتاع الاسيد رين. خلاص كده؟ فعشان كده لما نقول ان الاس او 2
هو بيكون الاسيد رين، الاسيد رين او يبقى الاس O2 كده برايمري بليوتنت، الاتش H2SO4 سكندري بليوتنت. خلاص كان ملوث، ملوث بيسبب مشاكل لصحه الانسان، او بيسبب مشاكل اللي هو اصلا ماده كروسيف، ماده يعني ايه، ماده عماله تاكل في الحاجه ماشي. عشان كده سبب الاسيد رين الامطار الحمضيه اللي هي ممكن تقدر تدمج الافكت، تدمج الانفايرمنت حواليك ماشي، والمباني وواجهات المباني وغيره. جميل. طب ايه الجراوند، الجراوند ليفل اوزون بقى اللي عمالين نتكلم عليه من الصبح ده اللي اتذكر اكتر من مره ماشي. هو مبدئيا هو الاوزون ده مش اتفقنا قبل كده، هو طبقه الاوزون دي حاجه جميله يعني، يعني هي بتحمي، المفروض بتحمي الارض من الالترا فايلنت او اشعه الشمس الضاره اللي هي الالترا فايلنت يعني. اوكي ماشي. بس ده لما يكون موجود سبحان الله برضه، يعني لما يكون موجود في حته معينه بنسب تركيز معينه، بمعنى لما يكون موجود في طبقات الجو العليا ماشي. ده يعني هم طبعا هم العلماء مقسمين طبقات الهواء ماشي، في حاجه اسمها ستراتوسفير، حاجه اسمها تروبوسفير، ده ايه، دي طبقات الغلاف الجوي. لما يكون موجود على طبقات الهواء عاليه جدا عند يعني الاميال الكبيره دي كلها في طبقه التروبوس، طبقه الاستراتوسفير سوري، لما يكون موجود في الاستراتوسفير ماشي اوكي، ده بيكون مفيد. لما يكون موجود لما يكون عند ليفل الاستراتوسفير هيكون ساعتها ايه، مفيد. جميل ماشي. وعدم وجوده في الاستراتوسفير يعتبر ايه، ضار. جميل. بس انا مش بتكلم عليه في الاستراتوسفير، انا بتكون ليه الاستراتوسفير دي طبقات بعيده عن، بعيد عن الانسان، بعيد عن اللي عايش على الارض نفسها. هنتكلم على الجراوند ليفل اوزون، الجراوند ليفل اوزون ماشي، اللي هي تبقى على طبقه اللي حاجه اسمها التروبوسفير. فاي وجود للاوزون على وجود على الطبقه اللي التروبوسفير دي يعتبر ايه، ده حاجه يعتبر باد، ان هي تؤثر على صحه الانسان. طب جميل. وفي نفس الوقت تاثر على البيئه. فالجراوند ليفل اوزون او اللي حاجه اسمها التروبوسفيريك اوزون ده عباره عن باد اوزون. خلاص كده جميل. طب الجراوند ليفل اوزون ماشي بيتكون منين؟ إيه؟ لسه قايلينها من شويه، ونجيب الصوره الجميله دي كلها. هي عباره عن ايه، هو تفاعل الفي او سي، الفولاتيل اورجانيك ماتر او البروتين الاورجانيك كومباوند ماشي، مع النوكس في وجود اشعه الشمس. هو تفاعل ضوء في الاول في الاخر، وجود اشعه الشمس كون لك ايه، بيكون لك الاوزون على ليفل ايه، على ليفل التروبوسفير او التروبوسفيريك اوزون او الجراوند ليفل اوزون. خلاص كده. فعشان كده حتى الصوره دي كلها الهاي ليفل اوزون هو طول ما هو موجود هو بيمتص الهارمفول يو الالترا فايلنت راديشن ماشي. بس طول ما هو موجود تحت النوكس مع البي او سي مع أشعة الشمس اللي موجودة تكون لك جراوند ليفل أوزون، ده يعتبر باد أوزون. خلاص كده. يبقى ده المصدر الرئيسي بتاعه، المصدر الرئيسي بتاعه للأوزون ساعتها إن هو البي أو سي مع الإيه، مع إيه، مع النوكس تكون لك على طول إيه، أوزون. خلاص كده ماشي. فعشان كده هي في وجود أشعة الشمس يعني موجود مثلا ضوء وحاجة زي كده، فهي موجودة في الورم وساني ويزر كونديشنز enhance the formation of the ground level ozone. يعني مثلا هتلاقي في بلادنا في الشرق الاوسط الكلام ده كله عندنا شمس ما شاء الله ماشي، ودرجه الحراره عاليه شويه، فهتلاقي ان نسب الاوزون عندنا في الجراوند ليفل اوزون تعتبر ايه، عاليه شويه. طب هو بيأثر على ايه بقى؟ يعني برضه هو بيأثر، انت هو O3 يعني في الاول وفي الاخر هو بيأثر على ايه؟ هو برضه بيأثر على الجهاز التنفسي اللي عندك، ويسبب لك بعد كده اللي هو ضيق في التنفس، ويعتبر يعني تهيج في الجهاز التنفسي، والتهابات في الشعب الهوائيه وهكذا ماشي. وفي نفس الوقت ده يعتبر ايه، مرضى الجهاز التنفسي او المرضى اللي هو الربو ولا حاجه، هم اكتر ناس معرضه يعني اكتر ناس بتتاثر من الجراوند ايه، من الجراوند ليفل اوزون ماشي. طب هو ليه برضو اثر على النباتات، وهي بيأثر برضو على المحاصيل، وبيهاجم خلايا النباتات اللي عندك، ويأثر على المحاصيل اللي عندك وانتاجيه المحاصيل ايه، المحاصيل نفسها، بخلاف ان هو بعد كده ماشي بيكون لك بعد كده السموج اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه. اوكي. السموج ايه بقى؟ السموج ده بقى هو عباره عن شكل الضباب الدخاني ده ماشي. يعني انت في يوم كده، هو زي ما اتفقنا من شويه ان هو مش ضباب اللي انت الصبح كده تحس ان انت ايه، الدنيا مغيمه او في شبوره، لا هو ضباب دخان، تحس ان في دخان حواليك، او تحس ان في حريقه والدنيا معبيه كلها دخان ماشي. طب هي عباره عن ايه؟ هو برضو يعتبر من نوع من انواع التلوث، وحصل كتير جدا قبل كده بيحصل. يعني انت مثلا في صور معروفه قوي في نيودلهي والصين
في نيوديلي في الهند والصين في الشرق تقريبا في شنغهاي او بكين او حاجه زي كده، وفي تايلاند في الحاجات اللي هي الدول اللي ما عندهاش ريجوليشنز عنيفه قوي ماشي على على التلوث. وبرغم كده برضه حصلت برضه في دول زي بريطانيا في لندن، وحصلت بعد كده حصلت في امريكا، حصلت في دول كتير قوي ظاهره السموك دي ماشي. هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن تفاعل كل البليوتنت اللي موجوده في الهواء عباره عن ميكشر بقى. هتقول لي بقى نوكس موجود، بي او سي موجود، اوزون موجود، كل ده موجود ماشي في ظل وجود اشعه الشمس اللي عندك، ومثلا درجات الحراره سواء كانت عاليه او قليله ماشي كونت لك الشكل الضبابي الكبير ده. خلاص كده؟ يعني كل التفاعلات اللي تمت، كل البليوتنت اللي موجوده في الهواء اتفاعلت مع بعض عشان تقدر تكون لك ايه؟ الشكل ده. ده الفرق ما هو نفس كل حاجه. يعني ده الشكل من غير سموج، وده الشكل ايه؟ بوجود السموج. يعني في بيوت هنا احنا كنا شايفينها هنا، احنا مش شايفينها هنا دلوقتي. فطبعا اكتر حاجه بتاثر على ايه؟ بتاثر على منظار الرؤيه اللي عندنا. خلاص اوكي. طب ايه هي انواع السموج؟ ماشي؟ انا عندي نوعين منه، حاجه اسمها الفوتو كيميكال سموج، وفي حاجه اسمها الاندستريال سموج. الفوتو كيميكال سموج ده او ليه اسم اخر اسمه البراون سموج ماشي، السموج البني اهو عشان من اسمه يعني تحس ان الجو محمر كده ماشي، او بيسموه لوس انجلوس تايب سموج او حصل في لوس انجلوس ماشي. ده بيحصل امتى؟ بيحصل لما اشعه الشمس اللي عندك ماشي تتفاعل مع مين؟ مع برايمري بيوتنت زي النوكس وزي الفي او سي اللي عندك ماشي. اوكي، هتكون لك ايه؟ كون لك بقى الشكل الجميل ده كله تمام ماشي. هي عباره عن، هو طبعا مش رياكشن واحد، لا هو عباره عن سيريز من الرياكشن نفسها، يعني مش رياكشن واحد، لا عباره عن مجموعه من الرياكشنز الضخمه جدا عشان تقدر توصل لي للحاله دي كلها. توقف على حاجات كتير قوي، توقف زي ما هناخد كمان شويه على درجه الحراره والتوبوغرافيا بتاعت الارض وحاجات كتير ماشي. وبالتالي يبقى انا النهارده بقى لازم يكون معايا اشعه شمس، ولازم يكون معايا نوكس، ولازم يكون معايا بي او سي ماشي، عشان اقدر اكون بعد كده جراوند ليفل او 3، وبعد كده اكون منها ايه؟ جراوند ليفل اوزون اللي هو الاو 3، بعد كده اكون منها السموك بعد كده ماشي. وبالتالي ده هيكون بيحصل اكتر في المناطق الحاره ماشي. يعني مثلا زي ايه؟ ممكن زي عندنا، ممكن يحصل عندنا تحس ان هي في رياح 50 كده وبتاع بس مش طبيعيه. خلاص كده؟ ممكن يحصل حاجه زي الهند مثلا، ودي يعني لو سموج انديا فانت هتلاقي المناظر ايه؟ مناظر زي كده كتير قوي ماشي. الاندستريال سموج او اللي بيسموه جري سموج، هو من اسمه جري رمادي كده ماشي، او حاجه اسمها لندن تايم سموج ماشي. هو بيجي برضو من الاخر برضو، هو بس على عكس التاني تماما. هو اللي هناك كان بيجي من تفاعلات النوكس مع البي او سي مع الصن لايت، كل الحاجات دي كلها تديك في الاخر ايه؟ البراون سموج. هنا لا، هنا مش بيحصل كل ده. هو كل ده هو يعني مينلي او البرايمري بوليوتنت المسؤول عن الكلام ده كله هو الكربون، مش كربون سوري، السلفر دايكسيد اللي هو الاس او 2 ماشي، والبي ام. يعني هنا هو هناك البي او سي والنوكس، هنا الاس او 2 والبارتيكولر ماتر اللي عندك ماشي. كون لك بعد كده الاندستريال سموك ده، او اللي حصل في لندن قبل كده اسمه ايه؟ الجري سموك. بس هنا على عكسه، هو عكسه تماما في كل حاجه. هناك كان مرتبط اكتر بمناطق اللي مرتفع فيها درجه الحراره، هنا مرتبط اكتر بالمناطق اللي ايه؟ منخفضه درجه الحراره فيها. يعني هنا درجه الحراره تكون ايه؟ تكون منخفضه. اوكي؟ يعني كلايمت نفسه يكون ايه؟ منخفض. ماشي. طب الكومبوزيشن بتاعك احنا قلنا من شويه دي برضو اتكلمنا عليها، اللي هي في الاول وفي الاخر هو مكون من كل الملوثات اللي عندك دي كلها. هو مش ملوث واحد بس اللي هو عمل لك كده، ما اقدرش اقول مثلا ان النوكس عمل لي كده او السوكس عمل لك كده، لا هو حاجات كتير قوي بتتفاعل مع بعض، وعباره عن تتفاعل حتى في الهواء الجوي، ووجود عوامل حفزتها في الهواء الجوي عشان تقدر تعمل لك حاجه زي كده. فهو ملوش ايه؟ ملوش مكون رئيسي عندك. طب ايه الفاكتورز اللي ممكن تقدر تاثر على السموج عندك؟ ماشي؟ ايه الفاكتورز اللي عندنا؟ اول حاجه خالص هي نوع الايميشنز. قلنا من شويه ان الايميشنز نفسها خليتك ايه؟ من تايب لتايب. يعني النوكس والبي او سي اديتك البراون ماشي، السوكس والبي ام اديتك ايه؟ اديتك الجري. الويزر كونديشن لسه قايلينها برضو، يعني الويزر كونديشن اللي عندك دي كلها، لو درجات حراره عاليه تديك ايه؟ تديك ايه؟ تديك براون ماشي. درجات حراره منخفضه تديك جري. وطبوغرافيه الارض نفسها، بمعنى طبوغرافيه الارض نفسها اللي هو عباره عن ايه؟ عندك مثلا منطقه محاطه بجبال وديان وبتاع، اللي هي ممكن تقدر تشتغل
كمصد طبيعي للرياح، لان كده كده الملوثات هتنطلق. بس انت في الاول وفي الاخر لو في شويه رياح مثلا جت عملوا ديليوشن او نقلوا الملوثات دي كلها من حته للتانيه وهكذا، ماشي، فانت قللت من نسب تركيز الملوثات في المنطقه دي. طب لو ده ما حصلش، بس ما عندكش ما عندكش رياح، كان عندك جبال عاليه صد مصد للرياح دي كلها، ماشي، انت واقع في قلب وادي جوه تحت جبل، مدينه واقعه تحت جبل، ماشي، اوكي. فكل الحاجات دي كلها ممكن تقدر تؤثر ان انت في الاول وفي الاخر تراكم عندك، تراكم البليوتنت ده، ماشي، في وجود اشعه الشمس ووجود محفزات اخرى ممكن بعد كده تكون لك ايه؟ تكون لك السموج ده، ماشي. انا بقى ايه، عشان الفيديو ما يكبرش، هنقفل ده ونكمل في الفيديو التاني ان شاء الله. السلام عليكم يا جماعة تاني، ده الجزء التاني من المحاضرة. الجزء الأولاني كان صعب شوية يعني، هي كلها ما شاء الله حاجات نظرة كده يعني تصدع الواحد يعني، ربنا في عونكم بإذن الله. طب خلاص، أنا دلوقتي في الجزء الأولاني اشتغلت إيه أو عرفنا إيه أو اشتغلنا في إيه؟ عرفنا الـ Air Pollution، وعرفنا الفرق ما بين الاير بوليوتنتس مثلا، سواء لو كان هو كان جازوس او ليكويد او سوليد، وعرفنا الفرق ما بين البرايمري بوليوتنت والسكندري بوليوتنت، وخدنا بعض الامثال البرايمري بوليوتنت، وخدنا بعض الامثال السكندري بوليوتنت، ماشي، ومرينا كده على السموك. طب خلاص ماشي، طب انا دلوقتي انا عرفت ده كله. طب انا دلوقتي انا كده كده هيحصل زي ما اتفقنا قبل كده، كده كده هيحصل البوليوشن، كده كده البوليوشن واقع، انا كده كده في الاول وفي الاخر مش هعرف اعيش حياتي من غير كهرباء، ماشي. ففي الاول وفي الاخر هو اغلبيه الكهرباء بتكون جايه من محطه ثيرمال، يعني شغاله باور بلانت، مش هعرف يعني في الاول وفي الاخر في عربيات، في ترانسبورتيشن سيكتور، في حاجات كتير قوي. ففي الاول وفي الاخر في كده كده الايميشنز واقع. ففي الاول وفي الاخر انا الهدف من اللي احنا شويه اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، اللي انا اديفولب خطه، ماشي، بحيث ان انا اقدر امينيمايز الايفكت بتاع البليوتنت دي اللي هي كده كده واقعة لا محالة على الأشخاص اللي عندي أو على صحة الناس. خلاص كده؟ فعشان كده ابتدينا نفكر حاجة اسمها الـ Air Quality Management System، أو إن أنا عندي أو في الآخر يكون معايا Air Quality Plan. طب إيه هي الـ Air Quality Plan دي كلها؟ هو عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن سيستم أنت حطيته، ماشي، عشان تقدر تتحكم في كميات الملوثات بحيث أنت تقدر تنزل بالليفل بتاعها او الكونسنتريشن ليفل للمستوى اللي الاشخاص نفسها او البيبل او الاوكيومنت او اي حد من المقيمين اللي حواليك، حوالين المصنع او حوالين الباور بلانت او حوالين اي حاجه، ماشي، على حسب النطاق او السكوب نفسه بتاع البلان دي، ماشي، يقدر يستحمله. يعني مثلا دلوقتي انا بقول لك انا عندي باور بلانت بتطلع اميشنز مثلا مليون طن مثلا كربون دايوكسيد، حلو، اوكي. انا لا، انا عاوز اقدر اقلل المليون طن بتاع الكربون دايوكسيد دي، الخطه بتاعتي عشان اقدر اقلل المليون طن، حلو، هي دي الاير كواليتي مانجمنت سيستم. طب انا عاوز انزل فيها، وبالتالي عفوا ماشي، هو بالتالي هو عباره عن سيستم، لازم عشان تكون تديفولب السيستم ده، تديفولب الاستراتيجيه بتاعتك دي كلها، لازم تكون فاهم كويس قوي ايه هي السورسز اللي حواليك. يعني انا دلوقتي عندي باور بلانت، يعني نفترض ان انا مثلا كان عندي في السيستم ده دلوقتي كان عندي هنا باور بلانت، اوكي، وعندي عربيات بتطلع ايه، بتطلع اميشنز، يعني ده بيطلع اميشنز، بيطلع السي او 2 ويطلع السوكس ويطلع النوكس وكذلك الاميشنز بتاعت العربيات. عندي مصنع بيطلع لي سي او 2 وسي او، ماشي. يبقى انت اول حاجه خالص لازم تعرف تحدد الاير بليوتنت اللي موجوده حواليك والسورس بتاعها وكميتها اللي بتخرج من ايه وبتخرج منها، ماشي، وبعد كده تكون عندك خطه عشان تقدر تكنترول فيها وتقلل الكميات دي بشكل ما او ايه بشكل ما او باخر لليفل الناس اللي حواليها، يعني الناس المقيمين او السكان او الاشخاص المقيمين اللي في المنطقه اللي احنا قلنا عليها دي من شويه، يكونوا ايه، يقدروا يستحملوه او يتعايشوا معاه. خلاص كده، يبقى هي دي الجول او الهدف من الاير كواليتي مانجمنت سيستم، اللي انا اديفولب خطه، الخطه دي كلها ان انا اقدر انزل بالليفل بتاع الكونسنتريشن بتاع البليوتنس اللي عندي عشان اقدر
للناس اللي حواليها تقدر تعيش من غير او امينيمايز الاضرار بتاعت اللي ممكن تجي لهم على ايه؟ على صحتهم. خلاص كده؟ اللي المفروض بتبنى الخطه دي كلها هي المفروض الحكومه، يعني هي مين اللي هي لينا عندها الاسر تقدر تنفذها، اللي هي ممكن تقدر تروح للمصنع ده تقول له لا انا لازم تقلل السي او 2، لازم مثلا تفرض ضرائب كربون مثلا على العربيات، تفرض مثلا ضرائب على المصنع ده او بشكل او باخر بحيث انه يقدر تقلل الكربون. لان لو العمليه يعني العمليه في المتسابقه كده كل واحد يعمل اللي هو عاوزه، فلازم يكون في نوع من انواع ايه، من انواع التخطيط، ولازم يكون معايا ايه اداه اقدر انفذ بيها، يعني اداه تنفيذ القانون ده في الاول وفي الاخر. كويس جدا، ماشي. فدي المفروض البروسيس اللي احنا المفروض نمشي بيها. يعني انت اول حاجه خالص، انت اول حاجه الاير كواليتي، يبقى لو انا عاوز ابني الاير كواليتي بلان لازم اول حاجه تعمل مونيتورنج للهواء اللي حواليك. ماشي، مونيتورنج ده يعني ايه؟ اللي انت تقدر تحدد منه ماشي نسب الملوثات اصلا الموجوده في المنطقه او الريجن اللي انت قاعد فيها. خلاص كده حلو. بعد كده تعمل حاجه اسمها ايميشن انفنتوري. الايميشن انفنتوري دي هنتكلم عليها بالتفصيل تحت في الكام سلايد اللي جايين، ماشي. بس اللي هو المقصود بيها ان انت يكون معاك داتابيز لكل الايميشنز اللي طالعه وكميتها، الايميشنز التايب بتاعها اول حاجه خالص، يعني ايه هو ايه هو ما السي او 2 ايميشن والسي او ايميشن والسوكس ايميشن، لا تبقى التايب بتاعها والبي ام ايميشن يبقى التايب بتاعها والكميات بتاعتها، ماشي. وبتخرج يعني هي بتخرج بكميات قد ايه وتوزيعها بقى، يعني هي توزيعها على نطاق جغرافي معين ووقت معين. يعني مثلا المصنع ده ممكن يكون شغال بس في الصيف بس، فانا بيكون عندي 3 شهور بيك، والباور بلانت دي كلها بتشد حيلها جامد جدا، يبقى اكبر كميه ايميشنز لما تبقى الطلب على الكهرباء يزيد بقى في الصيف. مثلا العربيات دي بتيجي مثلا في وقت الذروه ولا هو وقت الراش اور الساعه 8 الصبح مثلا والساعه 4 العصر، ماشي. فلازم تكون معاك كل ده اللي بيحددوا لك مين الايميشن انفنتوري دي، اللي هي تعتبر اهم خطوه عندك. بعد كده تعمل موديلنج بقى ده كله. طب انا خلاص انا دلوقتي انا عملت ايه مونيتورنج ماشي للهواء اللي عندي، اوكي، واقدر اعمل بقى موديلنج مثلا ستيب مثلا كل يوم او ستيب مثلا باي اور او ستيب مثلا باي سيزون او ستيب باي يير عشان اقدر اشوف كميات الملوثات دي كلها مع الرياح مع الويزر كونديشنز ممكن تقدر تعمل معايا ايه، ماشي. لان انا ممكن اعتمد على الطبيعه نفسها في الاول وفي الاخر، يبقى الاستراتيجيه بتاعتي اللي انا بعتمد على الطبيعه ان الرياح بتيجي بتشيل الملوثات دي كلها وبيتبقى تركيز ملوثات معين انا قابل بيه. طب لو الطبيعه مش بتعمل الكلام ده كله، يبقى انا المفروض يبقى اكون معايا كنترول استراتيجي. كنترول استراتيجي مش هقدر اتحكم في الطبيعه نفسها، هتحكم في المصدر، هتحكم في السورس اللي انا بعد كده اقول ايه كل واحد بدون زي ما قلنا من شويه، لا اللي انت لازم تمنمايز العربيات، اللي انت تشجع العربيات دي تتحول مثلا من بنزين مثلا لغاز، الباور بلانت بتاعتك دي بدل ما كانت بتحرق مثلا فحم تحرق غاز طبيعي وهكذا، ماشي. فده ايه، فدي الخطه ايه، فدي الخطه ببساطه، ماشي. او مش الخطه يعني، هي احنا مش بنحط الخطه معلش عفوا احنا مش بنحط الخطه، احنا في الاول وفي الاخر بنفكر ازاي نحط الخطه. خلاص كده. دي برضو يعني حاجة، بس كان حاجة هيستوري مش هسألك عليها طبعا يعني، بس في الأول وفي الآخر للإير كواليتي ريجوليشنز اللي يهمنا مثلا فيها اللي هو مثلا قبل، يعني الكلام ده كله ما كانش معمول قبل إيه، قبل سنة 1940 تقريبا أو حاجة، الخطط دي كلها أو الإير كواليتي مانجمنت سيستم والريجوليشنز اللي ممكن تتحط. الإير كواليتي دي زي ما قلنا قبل كده لازم تتبناها الحكومة عشان تنفذها بقانون بحيث انه يقدر يكسر القانون او يقدر يكسر الاير كواليتي مانجمنت بلان، ايه يدفع غرامه او يبقى نوع من انواع العقاب. ده الكلام ده كله ما كانش موجود غير قبل 1940، وابتدت العمليات تتطور معانا كلما شويه ايه المصايب عماله تكتر، صحه الناس في النازل، فكل شويه عمالين يعملوها قوانين وقوانين لغايه ما وصلنا ريسنتلي في قوانين المفروض تكون قوانين اكبر واكثر صرامه عشان اقدر اتحكم في مصدر الملوثات. طب من شويه احنا قلنا انا كده كده الحاجه او الملوث نفسه هو خلاص واقع، يعني دلوقتي انا عندي باور بلانت كده كده هتطلع سي او 2، ماشي. والله لو بتحرق غاز هتطلع سي او 2 طبعا، بس هي بكميات، والعربيات هي مش عربيات كهرباء، هي يعني اغلبيه العربيات عربيات كده شغاله بالبنزين مش شغاله بالديزل، ماشي. والمصنع هيكون شغال يا اما مثلا عنده غلايات او عنده بلانتس جوه مثلا كهرباء او حاجه، برضه هيستخدم الوقود، فهو كلها وقود احفوري وكلهم هيطلعوا ايميشنز. قلنا الهدف من الخطه ان انا انزل
بليفل الايميشن لليفل الناس تقدر تستحمله، او يعني في الاول في الاخر او مينيمايز الافكت على صحتهم لاقل ليفل ممكن، بس كده كده هيبقى في ضرر في الاول في الاخر. طب ايه هو اقل ليفل ممكن؟ فعشان كده فكرنا ان انا لازم اعمل حاجه اسمها اير كواليتي ستاندرد، يبقى انا الستاندر بتاعي. يعني مين قال مثلا ان نسبه السي او 2 او نسبه تعرضي كاكسبوجر البشر للسي او 2 ما تزيدش مثلا عن 15 مللي جرام لكل متر مكعب او 150 بي بي ام او حاجه من الحاجات دي؟ هي الاير كواليتي ستاندرد. ففي ستاندرد لازم يكون معروف بيوصف بيحدد لك المينيمم المقبول، او سوري مش المينيمم سوري الماكسيمم، الماكسيمم المقبول اكبر ماكسيمم اكسبوجر ممكن الانسان يقدر ايه يقدر يستحمله من ملوث معين على حسب ايه، على حسب الطيب. ماشي جميل جدا. الستاندر ده ماشي، فهو المفروض يكون بيغطي كل انواع كل انواع الملوثات. ماشي، ولازم طبعا ايه انت تتبناها. انت قلت لك ان انت يعني لما تيجي تحط الكواليتي بلان بتاعتك عشان تقدر تنفذها في القانون لازم تكون واخدها من مصادر ايه، من مصادر عالميه يعني في الاول وفي الاخر يعني. ماشي، انت واخد المصدر العالمي دي كلها على ايه، از جايد ليك، زي مثلا ايه، زي منظمه الصحه العالميه المصادر بتاعتها او اي حاجه من الحاجات اللي زي كده. ماشي، طب دلوقتي في حاجه برضو قلناها في اول المحاضره خالص بارت 1، احنا كنا بنتكلم في نقطه ايه، لما قلنا الفرق ما بين الشورت تيرم اكسبوجر واللونج تيرم اكسبوجر اللي هو الاكيوت افكت والكرونيك افكت. ماشي، دايما احنا كنا رابطين الموضوع بوقت، بمعنى يعني النهارده مثلا انت عشان تقدر تتعرض للفيديو ده، عشان اقدر احدد بالظبط انت اللي انت تعرضت له ده كتير ولا قليل، لازم اعرف الكونسنتريشن انت تعرضت له قد ايه، بس لا لازم اعرف الوقت اللي انت تعرضت له بيه قد ايه. ماشي، فانت اول حاجه خالص اللي انت في الاول ماشي، لا المفروض السلايد اللي بعديها دي الكلام ده احنا اتكلمنا عليه، اللي هي المفروض تتبنى من منظمه الصحه العالميه للافريج تايمر. ماشي، فموضوع الوقت او الافريجنج تايمنج ده او الافريجنج تايم اللي هو عباره عن ايه، انت تعرضت اكسبوجر بكميه قد ايه في وقت قد ايه، انا اقدر احدد منها بقى ساعتها الافكت اللي انت تعرضت له ده كان مضر بالنسبه لك او مش مضر. ماشي، وبالمره ومن ثم اللي انا اقدر او من ثم اللي انا اقدر اضع لنفسي ستاندرد كواليتي اللي انت هتتعرض مثلا نسبه سي 2 وليكن مثلا 150 بي بي ام في ساعه بالظبط، ما ينفعش تتعرض لاكثر من 150 بي بي ام في الساعه دي. ماشي، طب ساعتين لا ما ينفعش، يبقى لازم تقلل نسبه تعرضك، يبقى ده الماكسيمم اللي انت تقدر تتعرض له في وقت ايه، في وقت معين. وبالتالي الافرجن تايمنج ده اللي هو عباره عن ايه، هو حاطط لك لكل بليوتنت الكميه اللي تقدر تتعرض لها او الكونسنتريشن تقدر تتعرض له في وقت ايه، في وقت معين. ماشي، هو برضو كان بيقول او الجماعه في منظمه الصحه العالميه كان بيقول ان هو انت عندك البليوتنت السي او والسوكس والنوكس والاو 3 والاوزون، هم كل الملوثات دي ليها شورت تيرم افكت اللي هو الاكيوت افكت اللي هي الصداع والهذيان والخملان والحاجات اللي زي كده دي كلها اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. الشورت تيرم افكت ده كله اللي هو اسايند عباره عن ايه؟ عباره عن افريج لساعه، يعني هو في كل واحد من، هنشوف في الجدول كمان شويه، هو بيحط لك لكل واحد من دول الماكسيمم اللي انت تقدر تتعرض له في ساعه. ماشي؟ وبعد كده لا هو ممكن يخليك ممكن افريج تايم ممكن يقوله 24 ساعه. ماشي؟ وبعد كده ممكن يقدر توصل لانوال افريج، يعني انت في الاول افرض انت فعلا قاعد جنب محط باور بلانت عماله المدخله بتاعتها عماله تطلع حاجات كل يوم. ماشي؟ وبالتالي الافريج تايم ده هو اقل تايم ليك، مثلا لا هو اقل تايم بالدقائق، بس انت ممكن يكون تايم ليك ساعه او ساعة او 8 او مثلا 10 او 24 او ايه او انوال افريج على حسب اللي هم الستاندرد اللي هم ماشيين ايه؟ ماشيين بيه. خلاص كده؟ الكلام ده كله لمين؟ للملوثات اللي ليها شورت تيرم ايه، شورت تيرم افكت. طب الحاجات اللي ملهاش شورت تيرم افكت، في بعض الكونتامينيشن او في بعض اسمه كونتامينيشن يعني الملوث او البليوتنت ملهاش شورت تيرم افكت، قال لك خلاص انا هاخد الاستاندرد بتاعي هو 24 ساعه. اوكي، طب نشوف الجدول مثلا، ده الجدول هنا اهو، ده كانت مقارنه ما بين الاستاندرد او الماكسيم ليميت ليفل بتاعي ما بين ايجيبت ومنظمه الصحه العالميه والاستاندر الامريكي المعايير الامريكيه والمعايير الاوروبيه. ناخد مثلا الكربون مونوكسيد، الكربون مونوكسيد مثلا دلوقتي ايه في 8 ساعات، 8 ساعات تعرض اكبر ماكسيم اكسبوجر او كونسنتريشن عندك المفروض ما يزيدش عن 10 مللي جرام لكل متر مكعب.
ماشي، والورلد هيلث اورجانيزيشن متفقه في الكلام ده كله، ماشي، وبرده اليونايتد ستيتس متفقه في الكلام ده كله. طب لساعه، يبقى انا دلوقتي 8 ساعات كميه ايه قليله، طب ساعه ممكن اقدر استحمل كميه عاليه بس ما تزيدش عن كده. يعني انا لو افترضنا مثلا ان انا اخدها بالعكس، لو انا في ساعه اقدر استحمل 30، ما اقدرش استحمل ال 30 دي في خلال 8 ساعات، ما اقدرش، هيحصل مشكله. فده الماكسيم اكسبوجر بتاعي، لو هي ساعه اقدر استحمل 30، ده الماكسيم. طب كسرت الساعه مش هعرف، فلازم تقلل المصدر، ماشي. طب في 30 دقيقه ممكن اقدر استحمل اكتر، ماشي، يبقى 60، بس يبقى في 30 دقيقه. طب 15 دقيقه ممكن استحمل لغايه ايه؟ اب تو 100، ماشي. الحاجات اللي زي كده دي كلها المفروض احنا بناخدها بعد كده كجايد لينا في تصميم، مثلا مش تصميم بلانتس كبيره او المباني او وضعها في المباني، بس انت ممكن تقدر تخشها جوه المبنى نفسه في الجراجات، الباركنج بتاع الجراجات، ماشي، لان نسبه لا باس بها من كربون مونوكسيد جايه عندك اصلا من الفيكل اكزوست، ماشي. في الجراج، لو جراج مثلا هو منطقه مغلقه، منطقه مقفوله، اوكي، وهي فيها نسبه كبيره من العربيات، الكونسنتريشن بتاع السي او ممكن يبقى كبير. فانت في الاول وفي الاخر انت بقى بتاخد الليميتس والارقام دي كلها عشان تقدر تديزاين، ماشي، ليميت الفنتريشن معين عشان تقدر ما تعديش الفنتريشن ده بنسبه معينه. نعمل له بعد كده سيميليشن مثلا على انسس او سي اف تي او برنامج اسمه اف دي اس، عشان ايه؟ ما عديش ليميت بتاع السي او في الوقت ده، في الوقت ده. فالحاجات دي مهمه جدا الصراحه، يعني هي ممكن تقدر تعملها على مستوى قانون دوله، ماشي، ومستوى تخطيط مدن بقى، ازاي احط باور بلانت جنب بيوت او جنب مولات او جنب مستشفيات، وممكن تاخدها على مستوى ايه؟ على مستوى مباني او ايه السكيل الصغير، ماشي. كذلك مثلا في الاوزون، يعني خلاص نسيبنا من كربون مونوكسيد، نروح للاوزون مثلا. 8 ساعات انت عندك 120 مللي جرام، او سوري، مايكرو جرام لكل متر مكعب، طوال 8 ساعات، ده الستاندر المصري. في ساعه انت ممكن تقدر تتعرض ل 200 مايكرو جرام لكل متر ايه؟ لكل متر مكعب. خلاص كده. وطبعا المفروض ان زي ما اتفقنا ان كلما زاد الوقت المفروض يعني الكونسنتريشن نفسه بتاع اللي عندي اللي اقدر استحمله لازم ايه؟ لازم يقل. وفي حاجات مش مقبوله اصلا انت تتعرض لها، ماشي، لان هي بيكون اثرها فعلا مدمر. اللي هي اثرها مدمر ده نرجع لمين؟ لللونج تيرم، ماشي. يعني في حاجات فعلا انا مش مقبوله ان انا اللي انا اعملها عشان هي اثرها وحشه جدا، مثلا زي موضوع البي ام 2.5 مثلا، دي على مستوى الورلد هيرث اورجانيزيشن وحتى مستوى مصر، ماشي، فهي ما كانتش مسامحه لك تعمل حاجه زي كده، تتعرض ليها لا لانيوال ولا لمده افريج 24 ساعه، لان البي ام 2.5 اللي لسه قايلين الكلام ده كله هو ملهاش شورت تيرم افكت. يعني انت لو انت واقف جنب الغلايه واستنشقت مثلا، زي انت بتعمل معامل سنه رابعه السنه دي، حرقت وانت بتحرق في تجربه الكونتينوس فليم تيوب، ماشي، شميت مثلا شويه من اكزوست من الخارجين، ما متش، انت مش هتموت، يعني التجربه كلها بتتم في 10 دقائق، يعني ماشي، خدت شويه بي ام 2.5 بقى ما حصلكش حاجه. بس لو انت عايش جنب الغلايه بقى كل يوم بقى عمال تاخد لك حبه الصبح، فانت اكيد ايه؟ اكيد هتتاثر على اللونج ايه؟ على اللونج تيرم. اوكي؟ ماشي. نرجع تاني، هي بص الصفحه دي احنا كنا بس حاطينها عشان خاطر اللي انا اقدر ازاي احول من بي بي ام دي مايكرو جرام لكل متر مكعب، ماشي. برضو المره الجايه كده هجيب لكم المعادله، هي المعادله نفسها او استنتاجها، انتوا تقريبا حطوها برضو الترم الاولاني في الكورس البيزك بتاع البليوشن، مش الادفانس بليوشن، خدتوها، ماشي، كان فيها رو، كان فيها حاجات كده، هي عشان كده المعادله دي كلها مختصه بس بايه؟ بالكونسنتريشن بتاع، يعني مثلا يعني كل كونسنتريشن او كل بليوتنت دي معادله تحويل من بي بي ام لسي او، عشان خاطر كان هي اصلا المعادله كانت فانكشن فرو. اوكي، ماشي. احنا من شويه اتكلمنا على الايميشن انفنتوري، وقلنا انه عباره عن ايه. الايميشن انفنتوري ده عباره عن داتابيس ضخم جدا بيقدر يجمع كل الملوثات اللي موجوده عندك. طب كلها عباره عن ايه؟ عباره اول حاجه نوعها ان كل الاير بليوتنت اللي موجوده عندي، الايميشن انفنتوري كله، يبقى نوعها انا عندي سي او 2، وعندي عندي سوكس، وعندي النوكس، وعندي الاو 2 سي الاو 3 سوري، وعندي البارتيكولر ماتر، عندي كل حاجه. طب وايه تاني؟ بيجمعها، ماشي، ويجمع الايميشنز ريت بتاعها، يعني مثلا السي او 2 انت طالع كام طن، السوكس طالع كام طن، وهكذا. طب الكلام ده كله وزين منطقه جغرافيه معينه، وليكن مثلا المنطقه الجغرافيه دي كلها حاجه زي محافظه الجيزه مثلا، يبقى انا محافظه الجيزه، ايه الايميشنز اللي عندي؟
محافظة الجيزة، أنا معايا إيميشنز نوعها، كميتها، في وزين إيه؟ الأريا بتاعتها، ماشي؟ أوكي؟ ومصادرها. يعني لازم تتحط، يعني أنا في الأول وفي الآخر أنا عندي سي او 2 مليون طن، دول جايين منين؟ إيه؟ عربيات؟ ولا جايين مثلا نشاط زراعي، ولا نشاط زراعي، ولا باور بلانت، ولا ايه؟ لا، فلازم تكون انت برضه حاطط معاك ايه؟ حاطط معاك اللي انت السورس بتاعك عشان تقدر تعمل بعد كده الخطه، زي ما انت فاكرين من شويه اتكلمنا على ايه؟ عن الخطه. ماشي، يبقى لازم تعرف معاك ايه؟ معاك السورس، وفي نفس الوقت الديستريبيوشن بتاعها، يعني انت مثلا في نطاق محافظه او نطاق دوله حتى، لازم تكون انت عارف نفسها. يعني انت في الاول وفي الاخر لو دي مثلا خريطه مصر كده، ماشي؟ طبعا خليتها تعبانه شويه، اوكي، ودي مثلا محافظه الجيزه، عندك اغلب مثلا المصانع متمركزه فين، والباور بلانت نفترض ان هي متمركزه مثلا هنا في الغرب. طب خلاص اوكي، طب ده يبقى انا عارف ان الاميشنز هنا اعلى من ايه؟ اعلى من هنا، وهكذا. ودي عشان يبقى انت الديستريبيوشن بتاعها على مستوى الخريطه كلها، على مستوى الريجن او على مستوى الكانتري نفسها. وفي نفس الوقت ايه، الحاجات دي هتبقى زي ما قلنا من شوية، يعني هي day by day، ولا hour per hour، ولا season، ولا year، ولا ايه بالظبط؟ فانت لازم الكلام ده كله distribution بتاعها كل ايه؟ كل فترة يعني. خلاص كده، ده الـ emissions inventory. ماشي، طب ايه انواع الـ emission inventory؟ دلوقتي طب انا عندي ايه؟ خلاص انا كده عرفت الانفنتوري. طب ايه التايبس بتاعت الانفنتوري؟ يعني انا لو انا عاوز اعمل الميشن انفنتوري او داتا بيس ضخمه جدا للانفنتوري دي، ممكن تبقى على مستوى سكيل دوله، يبقى ناشونال ايميشن انفنتوري، يعني مثلا على مستوى جمهوريه مصر العربيه دي كلها، فانا عملت داتا بيس ضخمه جدا للايميشنز اللي عندي. انا متوقع اشوف ايه في الايميشنز دي كلها او الانفنتوري دي، هي داتا بيس في الاول وفي الاخر، داتا سيت. يبقى انت في الاول وفي الاخر انت المفترض ممكن تشوف فيها البليوتنت زي ما اتفقنا، انواع البليوتنت، كميات البليوتنت، ديستريبيوشن بتاع البليوتنت، ماشي، على مستوى الدوله، تمام، ويعني ايه، على مستوى التايم، يعني زي ما الديستريبيوشن بتاعها الونج ايه، الونج لير، ماشي. في نفس الوقت السورسز، الميجر السورسز كلها، يعني ترانسبورتيشن سيكتور بيبقى قد ايه، كام في الميه مثلا من البليوتنت بيساهم فيها، قد ايه، في كام في الميه، ماشي. الباور سيكتور اللي هو الانرجي برودكشن، الاندستريال سيكتور، الريزيدنشال سيكتور، وهكذا، ماشي. وبالتالي هي زي ما قلت لك ان هي على مستوى الدوله دي هي بتديفلوبد باي ايه؟ باي الجفرنمنتال ايجنسيز، ماشي. زي ايه؟ هو في بعض التقارير السنويه بتصدر من مصر، زي من وزاره البيئه بالذات، بتناقش الحته دي كلها، بتيجي تقول لك انت مثلا في السنه دي مثلا، سواء يكون 2023 2024 او للعام المالي 2022 2023، يبقى يعني تلوث البيئه كان عامل ازاي، او نسب ثاني اكسيد الكربون كانت عامله ازاي، الاكبر مساهم في نسبه ثاني اكسيد الكربون ده مثلا كان قطاع الكهرباء، ولا قطاع المواصلات، ولا اي حاجه من الحاجات اللي زي كده. طب ايه فائدتها لما انا اعملها على مستوى الدوله؟ فائدتها ان انا في الاول وفي الاخر من شويه هي نفس الفائده اللي احنا بنتكلم عليها اصلا، ان انا ديفولب اكشن بلان لو انا عاوز اقدر ايه، اقلل المستوى، لو انا عاوز اقدر اقلل الليفل بتاع مين؟ بتاع ال الملوثات اللي عندي دي كلها. يبقى هي بتفيدني على مستوى الدوله ان انا ادفلوب دي قانون ممكن يخليني في يوم من الايام ان انا اقدر اقلل بايه؟ بالليفلز بتاعتها. فعشان اقدر اقلل الليفل ده لازم اكون عارف اصلا الليفل، اعرف ايه الملوثات اصلا اللي عندي. خلاص، يبقى انا عارف ان انا عندي 10 مليون طن سي او 2 انا عاوز انزل بيهم، فلازم اكون اصلا معايا المعلومه. فالمعلومه هي الناشونال ايميشن انفنتوري، هي بتديفلوب المعلومه دي كلها، او بتديك بروفايد المعلومه دي كلها على مستوى ايه؟ على مستوى الكانتري ليفل. النوع الثاني اللي عندنا اسمه ريجنال ايميشن انفنتوري، هو يعني مش هيبقى على سكيل الدوله كلها، هو هنا اختلفنا بس في السكيل، بيقدم نفس المعلومات، نفس كل حاجه، المفروض يقدم نفس الداتا، الداتا بيز اللي عندنا، بس على مستوى ريجن، على مستوى صغير، ماشي. وبالتالي الله، طب اني احسن؟ هو مش احسن، انا محتاج الاثنين.
بس على مستوى الريجون هو ممكن يقدم لك ايه؟ مور ديتيل، ديتيل ده اكتر في الاول وفي الاخر. يعني على مستوى الدوله انت عارف ان الاميشنز كلها مثلا على مستوى دوله زي مصر دي كلها، انا عارف في اميشنز معينه، انا عارف قطاع معين هو اللي بيستهلك او اكتر سورس من مصادر البوليوتنت اللي عندي، هو اكيد قطاع الكهرباء عندنا في مصر، ماشي؟ بس لو انا عندي مشكله في منطقه ما، اوكي، ممكن ما يبينهاش قوي كثافه سكانيه، هتبينها هنا في مصر للاسف. يعني حتى المثال ده غلط، لان القاهره معروفه يعني هي اكتر سورس عربيات، هي والقاهره الكبرى، القاهره والجيزه، ماشي، هم اكتر سورس عربيات، اكبر سورس ملوث، اكبر كل حاجه، فهتلاقيها موجوده ايه في القاهره. بس هو الشاهد من الامر ان الريجونال هو المفروض بيقدم لك ايه، هي عباره عن مور ديتيلد اكتر، ماشي، وبالتالي ممكن تقدر تديفولب كنترول استراتيجي بس سبيسيفيك، بس على ايه، على منطقه ايه، على منطقه، على منطقة ما. يعني انت ممكن تقدر تعمل على منطقة ما بس، تعمل اسسمنت وتقدر تعمل خطة على المنطقة دي بس. لو عندك منطقة صناعية كل اللي فيها مصانع ما بس عمالة تنتج وعمالة تطلع ايميشنز، ممكن ما تبانش قوي عندنا في الناشونال ايميشن انفنتوري، ماشي، بس هيبان اكتر فيه لو هي على مستوى الريجن يعني. اوكي، طبعا على مستوى الانفنتوري برضه لسه بنتكلم في انواع الانفنتوري، سوري، ماشي، في عندك الاربن ايميشن انفنتوري. طب ايه هي؟ هي برضو زي الريجنال، بس هي خاصه بحته ايه، خاصه يعني اللي هي الاربن اريا، اللي هي المناطق الحضريه او السيتيز المدن، اوكي، برضو بتقدم نفس الداتا، نفس الداتا بيز وكل حاجه للاكتيفيتي اللي كانت في المدن. لو عندك مثلا مصانع، لو عندك مثلا ترانسبورتيشن سيكتور، لو عندك ريزيدنشال سيكتور، لو عندك كوميرشال سيكتور، او عندك بوست مانجمنت استراتيجي او حاجه عاوز تطبقها مثلا في المنطقه دي، ماشي، فهي بتقدم لك نفس الداتا بس على مستوى ايه، على مستوى المدن، اوكي، على مستوى المدن الحضريه. طب لو انا عاوز اكون مور سبيسيفيك، يبقى انا ممكن اكون ايه، اكون اخش على السيكتور سبيسيفيك او ايميشن انفنتوري. يعني زي ما تقول انا عاوز مثلا دلوقتي الايميشن انفنتوري اللي ممكن تقدر تطلعها لي قطاع الكهرباء، مش، طب هو ساعتها لو سواء مثلا في الناشونال او الريجونال هما الاثنين، هو بيجي يقول لك قطاع الكهرباء كله بيطلع كذا محطات كلها. يعني هو قصده ايه، انت مثلا عندك سي مثلا في مصر، مثلا مش فاكر والله احنا عندنا كام محطه، بس نفترض مثلا عندي 20 محطه، اوكي، بس ده رقم يعني يعتبر صغير شويه، بس انا نفترض ان انا عندي 20 محطه، ال 20 محطه دول كلهم هو بياخدهم في الاخر كرقم واحد، هم اللي طلعوا الايميشنز بسنه. يبقى في على مستوى السنه دي، مثلا السنه 2022 مثلا، اوكي، القطاع الكهرباء طلع ايميشنز قد كذا، حلو. بس هنا السيكتور سبيسيفيك لا، ده بروفايد مور ديتيل، ده هيطلع لي للمحطه الواحده قد ايه، خلاص كده. يبقى انت بالاول وفي الاخر الانفنتوري دي كلها، لا ده هيطلع للمحطه الواحده طلعت قد ايه، وانتاج الكلام ده كله لكل محطه في القطاع كله طلع قد ايه، صح ولا غلطان؟ جميل. او ممكن بعد كده، ممكن شرط نفس المثال ده، هيبقى على مستوى ايه، على مستوى الترانسبورتيشن، ممكن على مستوى الزراعي، لان اي ايميشنز جايه عندك مثلا او حاجه، ماشي، وبالتالي هو هيكون ايه، هيكون مور سبيسيفيك، وتقدر اديفولب استراتيجيات اكتر. لو انا عرفت مثلا من الناشونال ايميشن هتستخدم كله، ماشي، من الناشونال ايميشن ان قطاع الكهرباء عندي هو اكبر قطاع مستهلك مثلا الوقود، هو فعلا اكبر قطاع مستهلك للغاز الطبيعي في مصر، وهو اكبر، ممكن قد يكون، بس مش متاكد من المعلومه دي، قد يكون هو اكبر قطاع بيطلع او اكبر سورس من مصادر البوليوتنت، هقدر اديفولب استراتيجيه ليه هو بس لوحده، خلاص. فعشان اقدر اديفولب استراتيجيه لوحده هو، لا ممكن يكون عندي مشكله في المحطه، في محطه ما، ان مثلا دلوقتي ان هي شغاله مثلا طلع ايميشنز ضخمه، ان هي الوقود بتاعها مش شغال غاز طبيعي مثلا، اوكي، كفاءتها قليله، فعشان كده استهلاك الوقود عندها عالي، وتلاقي الايميشنز اعلى، وهكذا. مش هنروح برضو للنوع، لو انا مور سبيسيفيك اكتر اكتر، كل شويه عمال ايه، انا عمال اطلع من حاجه كومبريهنسيف جدا، ماشي، حاجه جنرال جدا شامله، ماشي، بس جنرال، لايه، لمور ديتيلد، مور ديتيلد. لو انا عاوز اعمل انفنتوري للجرين هاوس جايزز، يعني ايه انفنتوري؟ انت مثلا جمعت كل المصادر اللي انت بتطلع جرين هاوس جاز زي ما اتفقنا، اللي هي زي السي او 2، زي الميثين، سي اتش 4، زي الان 2 او اللي هو النيتروجين دايوكسيد، في عندك بعض
الغازات الدافئة اللي هي الفلورو فلورنيتد، ماشي. فكل الجازز دي كلها لو انا عاوز اعمل كاتيجوري ليها، او اعمل انفنتوري، او اعمل داتابيز ليها، ماشي، يبقى خلاص انا عارف بقى السي او، يبقى انا عارف المصادر اللي بتطلعها، مصادر الترانسبورتيشن، مصادر قطاع الكهرباء، وهكذا. برضه بتقدم نفس المعلومات، بس بتفيدني في ايه؟ بتفيدني عشان اقدر هنا في الجرين هاوس جازز، لو انا عاوز اتحكم بس في دي، ماشي. طب لو انا عاوز اتحكم بس في دي، يبقى انا عشان اقدر انا موقع مثلا، مصر موقعة على اتفاقيه مثلا زي اتفاقيه باريس، ماشي، عشان الحد من الانبعاثات عشان تقدر تقلل وتعمل ريدكشن في الانبعاثات الكربونيه اللي عندي، ماشي. ف انا اعمل انفنتوري للجرين هاوس جازز عشان اقدر ادي الاستراتيجيه ازاي اقدر اتحكم في الجرين هاوس جازز فقط. خلاص كده؟ ماشي، اوكي. برضو زيها لو انا عاوز اعمل حاجه اسمها ايه؟ التوكسيك ميشن انفنتوري، تمام؟ لو انا عاوز اعمل داتابيز لكل الهازاردز، اير بوليوتانس اللي هي الهابس، او اي توكسيك ماتيريال او كومبوننت ممكن يكون موجود في الهواء، انا برضو ممكن اقدر اعمل لها يعني ايه انفنتوري، اللي هي ممكن هي حاجات سامه ممكن تقدر تاثر على طول على صحه الانسان مباشره، زي البنزين وزي الفورمالدهايد والحاجات اللي زي كده. خلاص كده؟ ماشي. طب انا مثلا لو انا خدت قطاع المواصلات عندي، او انا عاوز اعمل داتابيز زي الانفنتوري اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها، ماشي. عاوز اعمل استيميشن للاميشنز اصلا اللي طالعه من قطاع من قطاع المواصلات، ترانسبورتيشن. انا عندي ترانسبورتيشن كاتيجوري ضخمه جدا، انا عندي باصات، وعندي عربيات عاديه فيكل، وعندي موتور فيكل، وعندنا مصر والهند والكلام ده كله تكاتك، وعندي يعني فاريشن ضخمه جدا، ماشي. رقم يعني في نفس الوقت الحاجه دي كلها بتتوقف على نوع العربيه. عندك عربية في نفس الوقت ممكن اعمل كاتيجوري تانية، عربيات شغاله بالبنزين، عربيات شغاله بالديزل، تمام. في عندك في نوع من المواصلات عندك قطارات شغاله بالديزل، ماشي. في عندك طيران برضه، وعندك نقل بحري، وكل الحاجات دي كلها. فهو قطاع ضخم جدا، فهو اكيد هو بيساهم بنسبه ما برقم كبير جدا في موضوع الاميشنز. انا عاوز اعرف الاميشنز دي، فقال لك خلاص انا دلوقتي عندي تو فاكتورز المفروض احددهم الاول. اول حاجه الاكتيفيتي داتا. يعني ايه الاكتيفيتي داتا؟ يعني انت بتشوف مثلا دلوقتي يعني العربيه مثلا شغاله قد ايه، كانت بتقطع كام كيلو مثلا، اوكي، ونوع العربيه، ماشي. يعني طب الاميشنز فاكتور، الاميشنز فاكتور ده هو عباره عن ايه؟ يعني زي ما هنديك مثال كمان شويه، اللي هو عباره عن الجرام مثلا لكل كيلو متر، او جرام لكل ميل. يعني ده الاميشن، زي بتطلع قد ايه مثلا اميشنز جرام سي او 2 لكل كيلو متر، او جرام اتش 2 او، او سوري سوكس لكل كيلو متر. فدي الحاجات دي كلها هي بتعملها. بس ده برضو خلي بالك ان هو ده الاميشنز فاكتور دي هي عباره عن فعلا يعني انسرتين، يعني فيها رينج ضخم جدا من الانسرتينتي، لان لازم تتوقف على نوع العربيه، توقف على نوع الوقود، وتوقف على التكنولوجيا الحديثه اللي فيها، وتوقف اصلا انت بتعمل لها صيانه ولا لا، توقف على حاجات كتيره جدا، ماشي، توقف على استهلاكها هي للوقود، توقف على جوده الطرق، توقف على حاجات كتير جدا ضخمه يعني. خلاص كده؟ الايميشن فاكتور احنا اتكلمنا عليه من شويه، اللي هو عباره عن الريت اللي انت ممكن البليوتن جنريتد، ماشي. وانت قلنا من شويه اللي انا ممكن اخليها جرام لكل ايه، لكل ميل او حاجه. وفي بعد كده زي ستاندر كده امريكي اسمه الاي بي اي موبيل 6، ماشي. الاي بي اي دي اللي هي عباره عن الانفيرومنتال بروتكشن ايجنسي، دي موجوده في ايه، في امريكا. نزلت لك ستاندر كده، ماشي. هي عملت لك مش ستاندر، هي عملت لك كلاسيفيكيشن، ماشي. عملت لك يعني ايه كلاسيفيكيشن دي؟ يعني هي مثلا تقول لك العربيات دي هي انت بتستخدمها مثلا لايت، اهو ادي الكلاسيفيكيشن بتاعها، مثلا اللي هي ال دي جي بي، اللي هي ايه بقى ال دي جي بي ده؟ عباره عن لايت، ودي جازولين فيكل، يبقى دي الجازولين فيكل، دي لاستخدام الباسنجر اونلي. او بعد كده ال دي جي تي اللي هي عباره عن لايت ديوتي جازولين تراك، لو هي ايه شاحنه كبيره، اوكي. لو اتش دي دي في مثلا، لو هي كلاس 2، هو معمل لك الكلاسز دي كلها على حسب ايه، على حسب العربيات. المفروض كل عربيه على سبيد معينه بتطلع ايه، بتطلع ايميشنز قد ايه. خلاص كده؟
ماشي. فهي مثلا دلوقتي ناخد العربية دي كلها، هي الكاتيجوري بتاعها او ال دي جي بي، اوكي، البي او سي اللي ممكن يطلع منها، يطلع منها 0.6 جرام لكل ميل، السي او ممكن يطلع 6.2 مثلا جرام لكل ميل سي او، والنوكس يطلع منها 0.5 جرام لكل ايه؟ لكل ميل. طب ايه السورس اوف ايميشنز اللي عندي موجوده في العربيات؟ هي عباره عن الكومبشن. لو انا عندي كومبشن، ايه بقى لو انا في عندك كومبشن في او سي والنوكس والسوكس، اكيد السوكس نسينا نكتبها، سي او سي او 2. في لو هي عربيه وقفت ممكن يحصل عمليه ايفابوريشن، او بنزين، عربيه بنزين مثلا، عربيه ديزل، ممكن بعض الفولاتايل اورجانيك كومباوند ايه ممكن تقدر تتبخر وتقدر تتسرب وتعتبر مصدر من مصادر ايه؟ البليوشن. خلاص كده. فدلوقتي لو انا عاوز بقى احول الايميشنز فاكتور دي كلها، عاوز اعملها ايميشن انفنتوري، ماشي. فالايميشن فاكتور دي المفروض انت ساعتها الايميشن فاكتور دي توقف على ايه؟ هتوقف على نوع العربيه زي ما اتفقنا من شويه، على سرعه العربيه، على كفاءه استهلاك البنزين بتاعها، على الصيانه. ففيها رينج من انسرتينتي ضخم جدا، وبالتالي انا المفروض يكون معايا الايميشنز فاكتور دي لكل ساعه، كل في البلد، وعلى مستوى رينج السرعات، وعلى مستوى كل الفيكل، لان انا عندي نوع مثلا عربيه واحد شغال بعربيه لادا 87، ده العربيه مثلا بي ام دبليو موديل السنه، ده مختلف عن ده، دي تكنولوجي ودي تكنولوجي، ده حرق وقود، ده بيحرق حاجه ثانيه خالص، اوكي. على مستوى الطرق، يعني انت في الاول وفي الاخر الطريق بتاعك كان زحمه في الراش اور، ماشي، انت استهلاك البنزين مختلف، اوكي، وبالتالي الايميشنز هنا ممكن تكون اعلى، انت واقف ممكن تكون انت انكمبليت كومبشن، غير ما تكون ماشي على طريق سريع، الوضع عندك بيكون مختلف، اوكي. فانت الايميشنز فاكتور دي المفروض انت تقدر تقيسها او تحسبها، ماشي، لكل ايه؟ على مستوى العربيه، على مستوى البلد كلها، لكل ايه؟ لكل الفيكل كاتيجوريز، او انا مش هعملها لكل فيكل بقى، لا، لكل الكاتيجوريز اللي احنا قلنا عليها من شويه، اوكي، اللي هي سواء لايت ديوتي او هيفي ديوتي او عربيه بنزين او عربيه ديزل او حاجه، اوكي. بعد كده انت المفروض تاخد الداتا دي كلها تعملها كومباينيشن مع حاجه اسمها في ام دي، اللي هي فيكل مش بس ايه وقعت شويه، اللي هي مثلا المفروض تكون هي فيكل ميل ترافل، اوكي. الفيكل ميل ترافل ده اللي هو عباره عن ايه؟ يعني ده فاكتور مهم جدا معانا هنا في موضوع الاميشنز يعني، بس هو اهميته اكبر في تخطيط الطرق وتخطيط العمران، ماشي. اللي هو طب ايه هو الفيكل ميل ترافل؟ هو من الاخر عدد الكلهات اللي العربيات دي كلها ممكن تقدر تقطعها. خلاص كده؟ يعني طبعا على مستوى افريج، انت يعني على مستوى العربيات دي كلها، يعني كلهم قطعوا كام كيلو رايح جاي مثلا؟ خلاص، على مستوى الجيزه دي كلها، انت عندك مثلا سي عندك نص مليون عربيه، نص مليون العربيه دول كلهم بيقطعوا قد ايه كيلوهات مثلا في فتره زمنيه محدده حددناها. فهو بعد كده من الرقم ده يقدر مثلا يقدر يديفولب طرق جديده. خلاص ماشي. والرقم ده توقف على حاجات كتير قوي، يعني انت مش بتراقب العربيات، انت بتشوف البوبيوليشن عندك قد ايه، الزحمه عندك قد ايه، عشان تقدر تشوف تقدر تحسب او تعمل استيميت والمودلز الرياضيه في الفي ام دي. المهم احنا جبنا الايميشنز فاكتور، والمفترض دلوقتي معايا ايه؟ البي ام دي. طب جميل. طب بعديها الايميشنز فاكتور دي خلاص انا كده حسبتها كل الفيكل تايبس اللي عندي، وزن كل فيكل وزن كل تايب معايا، لان انا مثلا دلوقتي ايه انت حسبتها للعربيات مثلا، لكل العربيات الشخصيه اللي هي السيدان، ماشي، اوكي. في عربيات تانية، عربيات مواصلات، اتوبيسات، في عربيات تراك ضخمه، في مش عارف موتوسيكلات، في مش عارف ايه. فكل واحد من دول يبقى ليه ويت معين، بيزد على ايه؟ بيزد على عدده. خلاص كده. يبقى انت لازم تكون تضرب كل الاميشنز فاكتور اللي انت حسبتها لكل فيكل تايب في ايه؟ في الويت بتاعه، ماشي، عشان تقدر تحسب في الاخر رقم واحد بس اميشنز فاكتور لكل ايه؟ لكل العربيات دي كلها. بعد كده المفترض حضرتك تضرب بعد كده البروسيس ست او الاكتيفيتي ليفل اللي عندك، النمبر اوف يونتس، لان اليونت عندي هنا بالنسبه لي اللي هو الميل او كام كيلومتر، هي قطعت كام كيلو، ده الاكتيفيتي ليفل بتاعي، ماشي، اضربها في الاميشنز فاكتور تطلع لك في الاخر التوتال اميشنز. طبعا المثال ده كان اصعب مثال من العربيات، بس لو انا عاوز اعمله مثلا مثال للباور بلانت، لو انا عاوز اعمل استيميت الاميشن فاكتور برضه اسهل بكتير جدا، لان انا مفترض دلوقتي انا معايا الباور بلانت واقدر اقيس البرفورمانس بتاعها
واشوف البروسيس ريت او الاكتيفيتي ليفل بتاعها، ان هي بتطلع لي مثلا هي بتكون شغاله بتطلع كام كيلو وات اور كهرباء، حلو، والايميشنز فاكتور بتاعها اللي هي جرام مثلا لكل كام، لكل كيلو وات اور كهرباء، يبقى اضرب ده بده يبقى تطلع لي في الاخر توتال الجرامات او التوتال الطنز يعني اللي كانت طالعه من ايه، من البروسيس دي كلها. بس كده ان شاء الله باذن الله خلصنا كده النهارده. باذن الله المحاضره الجايه ان شاء الله هنخش اكتر في، احنا كده خدنا الاير بوليوشن، عرفنا الاير بوليوشن والاير بوليوتنت، هناخد هنمسك بقى واحد واحد من الاير بوليوتنت ده، هنحاول نقلل، نشوف الاستراتيجيه بتاعه التقليل. خلاص احنا كده بنديفلوب بلان، ماشي، انا عاوز اعرف ايه استراتيجيه اللي انا عاوز اقدر اقلل النقص، بس هناخدها على مرحلتين، اللي هو الاستيشنري الاول اللي هي الحاجات الثابته زي المصانع وزي الباور بلانت، انا عاوز اقلل النقص فيها اعمل ايه، لو انا عاوز مثلا اقلل السي او 2 ليفل مثلا اعمل ايه، ماشي، وبعد كده هناخدها على مستوى الحاجات اللي هي البياكل اللي هي مثلا ان شاء الله باذن الله الترانسبورتيشن وهكذا باذن الله. شكرا جزيلا لكم يا جماعه ونلقاكم على خير.